يجي في نفس النسق واللي يجي في نفس يحقق نفس الاهداف هذوما نفس الاهداف اللي ذكرتهم اليوم. فما جهه مبادره ديما تقدموا كوسيله لمكافحه الفساد، فما عباد يحكوا فيه كوسيله ل بناء علاقة ثقة ولا إرجاع المستثمر لبلادنا، لكن احنا نراو كوسيلة لبناء علاقة ثقة بين السياسيين بين الإدارة وبين المواطنين. عملنا دراسة تاع تجارب مقارنة في البوسطة قبل ما نجيوكم، وخرجنا بعض الاستنتاجات ولا بعض معناها المعايير اللي لازم يحترم القانون هذايا ولا المبادره التشريعيه من النوع هذايا باش تحقق الاهداف هذوما نتاع بناء على الثقه ومكافحه الفساد. القانون هذايا لازم يشمل ثلاثه صورات، هذه حاجه موجوده في القانون. التصريح لازم يكون دوري، ولاحظنا انه في معظم الدول يتم كل عام ولا كل عامين، احنا عندنا ثلاث سنين في القانون هذايا. التصريح لازم يتم بصفه اليه ويشمل كل الممتلكات اللي عندها قيمه، كل الديون والالتزامات، جميع انواع المداخيل والمعلومات لازمها تكون موجوده بدقه، معناها ما يلزمش تكون محصوره في مجال، لازمها تكون تعبر بكل دقه على قيمه المكاسب والتصريحات. لازم كذلك وضع اليات تمكن السلطات المسؤوله من التحقيق والثبت بكل جديه وبكل نجاعه، ولازم خاصه تكون منشوره ومتاحه للعموم. مدخلتي باش تتمحور حول ثلاثه نقاط هذوما الاخيره اللي ذكرتهم، ومن غير ما نطول عليكم برشا نمر للنقطه الاولى. فيما يخص حصر مجال التصريح للمصالح والمكاسب، لاحظنا هوني انه ما فماش تعريف دقيق للمصالح والمكاسب في الفصول نتاع مشروع القانون، برغم انه نلقاوه في الصفحه الخامسه والسادسه من وثيقه شرح الاسباب. ما فماش زاده تعريف تشريعي للمقصود بالمصلحه الخاصه. نقترح عليكم اضافه فصل 6 مكرر مثلا، وين يقول يشمل التصريح للمكاسب الاموال المقوله وغير المقوله الموجوده في الجمهوريه التونسيه وخارجها التي يملكها الشخص الخاضع لواجب التصريح بمقتضى هذا القانون او قرينه او ابنائه القصر، ويتضمن خاصه اصناف الاموال التاليه: العقارات، المنقولات التي تتجاوز قيمتها الحد الادنى الموجب للتصريح وتنجعلها هذايا حكايه الحد الادنى الموجب للتصريح، الاسهم والحصص والرقاع واي اوراق ماليه تتجاوز قيمتها الحد الادنى الموجب للتصريح، الحسابات البنكيه، الاصول التجاريه، وبصفه عامه كل المداخيل والديون التي تتجاوز قيمتها الحد الادنى الموجب للتصريح. لو فيما يخص تصريح المصالح، يشمل تصريح المصالح المصالح المادية والمعنوية للشخص الخاضع لهذا القانون لنفسه ولأي شخص طبيعي أو معنوي تربطه به علاقة عائلية أو مالية أو قانونية أو فئوية باستثناء الدفاع عن المصالح الاجتماعية، ويشمل التصريح بالمصالح الأنشطة المهنية المباشرة عند شغل المنصب وفي 5 سنوات السابقة لشغله، الوظائف الاستشارية المباشرة في 5 سنوات السابقة لشغل المنصب، الوظائف التسييرية في المؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات الخاصة في 5 سنوات السابقة لشغل المنصب، المساهمات في رأس مال شركة في 5 سنوات السابقة لشغل المنصب، الوظائف المنتخبة المباشرة أثناء شغل المنصب، الوظائف التطوعية التي من شأنها خلق تضارب مصالح. نمر للنقطة الثانية. النقطة الثانية تخص ضرورة التقاطع بين التصارح والواجب الضريبي، الكروزمون ما بين لي دوني. عندنا قانون يقول تتولى الهيئة التقصي والتحقيق، لكن احنا نعرفوا أن التصريح دون تثبت ودون تحقيق ما عنده حتى معنى، ما يبقى الا مجرد تصريح. وخممنا في المساله في البوصله، وخممنا في الوسائل اللي نجموا نعطيوهم للهيئه للتحقق. فيما يخص تضارب المكاسب، جينا شفنا انه احسن وسيله واللي فيها واللي تنجم تقوم بها الهيئه بتثبت باكثر دقه هي المعطيات الموجوده عن في الاداره الجبائيه. احنا نعرفوا انه يعني للتثبت في صحه معلومه لازم يتم تقاطع بين المعلومات، لازم نشوفوا المعلومه من مصادر
مختلفة. دونك فيما يخص بالتصريح بالمكاسب، بالمكاسب لقينا انه المصدر هذايا هو الإدارة الجبائية، لكن نعرف كذلك انه الإدارة الجبائية ما تعطيش بسهولة المعلومات هذوما، وساعات ترفض معناها باش تعطي المعلومات هذوما للهيكل الآخر. دونك اقترحنا إدارة الفصل يقول تطلب الهيئة آليا من مصالح الإدارة الجبائية مثلها بالتصريح الجبائية والكتابات والعقود المتعلقة بكل الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح، بصرف النظر عن الأحكام المخالفة على الإدارة الجبائية مد الهيئة بكل المعطيات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، ولا يعتبر ذلك إخلالا لواجب المحافظة على السر المهني الجبائي. هذا فيما يخص التصريح بالمكاسب. فيما يخص التصريح بالمصالح، ما لقيناش باز دو دوني اخرى تنجم الهيئه تستعملها باش تثبت في جديه وصحه المعلومات. وبهذا باش نمر للنقطه الثالثه، وهنا وين دور نشر المعلومات ونشر التصاريح يلعب دور مهم ويمكن الهيئه والمواطنين والصحفيين والمجتمع المدني من التقاطع بين المعطيات وتثبت في صحة التصريح بالمصالح. دونك فجأنا احنا كي شفنا كيف كنا انه القانون في القانون هذايا ما كنا حتى إمكانية لنشر التصريح بالمصالح والمكاسب ولو جزئيا. وحتى كي نشوف في العقوبات، أول عقوبة مذكورة في جزء العقوبات هي تخص الناس والموظفين اللي ينشروا التصاريح هذوما، ماهيش عقوبات تخص الناس اللي الموظفين ولا السياسيين اللي يدلسوا التصريح ولا ما يصرحوش بالكل. كيف شفنا في الدول الاخرى كيفاش تم العمليه، ولقينا انه التصريح بالذمه الماليه موجود في 137 دولة، ويتم نشر التصاريح هذوما في 43% من الدول هذوما، كما بلجيكا واستراليا وجورجيا، برشا دول من أمريكا اللاتينية، برشا دول من أوروبا الشرقية، ونعرفوا معناها درجات الفساد في الدول هذوما، وساهم النشر هذايا بصفة كبيرة ياسر في مكافحة الفساد في الدول هذوما. لاحظنا كذلك انه التشريع اللي يسمح للمواطنين من الاطلاع على المعلومات هذوما في اغلبيتها هما قوانين خرجوا في السنوات الاخيره، معناها فما تندونس نتاع في القوانين الجدد في نشر المعلومات هذوما. وديما نشوف في الاعلام انه انجع التحقيقات حول شبهات الفساد في الاداره ولا في السياسه جاءوا من شكوى من عند المواطنين، جاءوا من عمل تقصي استقصائي قام به المجتمع المدني ولا قام به الصحافة. ما ننساوش زادة أنه الهيئة وباللي باش نعطيوها إمكانيات باش تكون في فترة تأسيسية باش تكون معناها هذه كلها تجربة جديدة في تونس، معناها الهيئة ماهيش باش تكون عندها الخبرة ولا الآليات اللازمة للتحقيق وتثبت في التصريحات هذوما. هذاك علاش نراو انه الدور تاع المجتمع المدني ودور الصحافه الاستقصائيه عنده معناه ينجم يساهم في الجهد هذايا نتاع مكافحه الفساد، وساهم معناها في السنوات الفارطه. وهذا مش شيء نقوله، شيء يقوله العميد شوقي الكبير، معناها جمعيه كيما اي واتش قامت خدمه كبيره في مكافحه الفساد في السنوات الاخيره. لكن نعرفوا زادة اللي فما معطيات شخصية تنجم تتعارض مع شيء هذا، وتنجم تمثل خطر على المصارح. هذا شيء واعي به، لكن ما ينجمش هذا معناها يكون تعالى لحجب المعلومات الكل ولا لعدم نشر المعلومات. نشر زادة مشكل للتثبت، نشر زادة وكما قلت في أول مداخلة نتاعي، نشر لبناء علاقة ثقة بين المواطن والإدارة والسياسيين. اليوم نحكيه على عزوف التوانسة من الحياة السياسية. أنا نرى مشروع قانون هذايا كفرصة ليرجع ثقة بين المواطنين والإدارة والسياسيين. فما اليوم رغبة كبيرة من مزيد من الشفافية في الحياة العامة. قداش من مرة احنا في البوصلة يجيونا
يجيونا عباد كي نحكيو مع عباد نقول لهم احنا نخدموا في البوصله ولا في في في, في مجلس النواب، اول سؤال يسالونا هو قداش يربح النائب، اش عنده النائب، اش عنده الوزير، قداش يربح الوزير. وشفنا احنا معناها في الاسابيع الفارطه خرجت اشاعه في موقع فيسبوك معناها، وشفنا معناها كيفاش دارت الحكايه ودارت في الاعلام وقاعد يحكوا بها، قاعد يحكوا فيها العباد حتى الدوله، حتى الدوله. احنا نشرنا معناها على الموقع نتاعنا توضيح باش نوريو اللي ما صاروش زيادات عند 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 النواب. لكن امبارح مثلا جاتنا الصحافه للمقر نتاعنا والسؤال الوحيد اللي كان لا يحبوا يحكيوا في اللف السياسه العامه لا في الاصلاحات لا في لا يحبوا يتعمقوا في المواضيع، يحبوا يعرفوا شنو هما المنح والامتيازات نتاع السياسيين ونتاع النواب. الرغبه هذيا لتوضيح الصوره والمزيد من الشفافيه في الحياه العامه ماهيش جايه كهو من عند المواطنين من عند الصحافه، جايه زاده من عند السياسيين. احنا عملنا التجربه واقترحنا في الفتره التاسيسيه باش ننشروا معناها طلبنا من عند النواب في المجلس التاسيسي انه يمدونا بالرواتب نتاعهم وبالتصريحات نتاع الممتلكات نتاعهم. وفما العديد من النواب وتنجموا تشوفوا على الموقع نتاعنا مازالوا موجودين التصريحات والفيش دو باي نتاعهم موجودين على 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 السيت نتاعي. دونك فوالا معناها يظهر لي نجموا نلقاو صيغه تعادل ما بين حمايه المعطيات وحمايه الحياه الشخصيه نتاع السياسيين، رغم ان هما اختاروا باش يدخلوا في الحياه العامه وهذا اختيار شخصي، ونشر المعطيات هذوما والتصاريح هذوما. دونك المقترح اللي نقترحوه عليكم اليوم هو تنشر التصاريح من المكاسب والمصالح بالنسبه للاشخاص المذكورين في الفصل 5 من مشروع هذا القانون على الموقع الالكتروني للهيئه المكلفه بمكافحه الفساد، ولا تتاح للعموم المعلومات التاليه المضمنه للتصاريح والمكاسب: العنوان الشخصي للمصرح، اسم القرين والابناء القصر للمصرح، اسماء افراد العائله الاخرين. بالنسبه للعقارات لا تتاح للعموم المعلومات التاليه المضمنه للتصاريح والمكاسب: الاشارات المعلقه بمكان العقار، معنى الولايه الموجود بها، اسماء المالكين السابقين للعقار والمذكورين في التصريح بالذمه الماليه، اسماء المالكين الاخرين على الشياع بالنسبه للعقارات المملوكه على الشياع، وبالنسبه للمنقولات الارقام المنجميه. في نفس السياق نقترحوا زاد تعديل الفصل 30 اللي تخص العقوبه على نشر التصاريح. دونك في عوض نولي ونحطوا العقوبه ما تتسلطش على اللي يصرح ولا اللي يسرب بالتصريحات، بل من يمس من المعطيات الشخصيه عند نشر التصاريح واللي المعطيات اللي ما زلت كي ذكرتهم توا. بعجالة قبل ما نمر الكلمة للجمهورية عندنا بعض المقترحات الأخرى فيما يخص الفصل الخامس. نقترح عليكم باش نضيفوا العمدة في الليستة نتاع الناس المعنية. نعرفوا أنه العمدة من المسؤولين اللي يمثلوا الدولة واللي ينفذوا سياسة الدولة، ونعرفوا زادة أنه شبهات الفساد تمس اكثر الوظائف والسياسيين اللي يبداو قراب للمواطنين ما يمسوش الوظائف الاعلى. نزيدوا نقترحوا زاده باش نضيفوا كل المتعاملين في المال العام بالنسبه للفصل الخامس. فيما يخص الفصل السادس يقول يجب ان يتضمن التصريح بالمكاسب والمصالح جزئين، يتعلق الجزء الاول بالتصريح بالمكاسب والجزء الثاني بالتصريح بالمصالح. يضبط النموذج التصريح والحد الادنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى امر حكومي بعد اخذ راي الهيئه. نقترح عليكم انه راي الهيئه هذا يولي وجوبي، نزيدوا بعد استشاره الهيئه وجوبيه. وهذا زاد معناها هي هيئه دستوريه وماذا بينا نعطيوها اكثر صلاحيات، وهي تكون عندها خبره معناها في تحديد الحد الادنى هذا. فيما يخص فصل 24 اللي هو يمنع النواب من التصويت في حاله تضارب مصالح، السلطة هذه ترجع للرئيس مجلس النواب. احنا نراو انه السلطة هذه
كانها ترجع كانها تقعد في دين السلطة التشريعية، لكن ما تواليش عند رئيس مجلس النواب بل عند هيكل في المجلس، هيئة مثلا نجم نتصور ونعطيها للهيئة للجنة، سمحوني لجنة النظام الداخلي والحسنة. فصل آخر أخيرا فصل 36 يعاقب كل شخص خضع لأحكام هذا القانون قبل هدية خلافا لأحكام هذا القانون بخطية مالية تعاد قيمة الهدية المتحصل عليها مع الحكم بمصادرة الهدية لكأس الدولة. العقوبة هدية ضعيفة، فما في العديد من الدول الهدية تعتبر معناها $50 ينجم يكون عشاء معناها في مطعم يعتبر هدية، وارجاع $50 مع تقريب 100 دينار يظهر لنا ماهوش كافي. شكرا للانتباه ونمر الكلمة لزملاء. مرحبا بكم لكل أسئلة من بعض النظر. شكرا. وهذا إيمان منا وإيمان منكم في دور المجتمع المدني في في وضع الفيش التشريعية. هذاك علاش اليوم نقوم منا قدام قانون طالما انتظرناه، كيقول طالما انتظرناه معناها 6 سنين احنا ننتظر فيه. الحاجة هي أن القانون هذا متكون لحد 10 سنين في الحياة العامة. هذاك علاش نحب نعرج على 3 نقاط علاش نحكيه اليوم على تضارب المصالح وعلى الإثراء الغير مشروع وعلى التصريح بالمركز. باش ناخذ من طرق الحكاية هذه في وقت من وقت نحكي على طلب التغييرات. في النقطة الأولى أول طلب تغيير فما نقاط تعرض لهم بوسطن شو تعرض لهم كما التعريفات ولا المنقوصين في الفصل عدد 1 والفصل عدد 2، لكن باش نمشي الفصل عدد 5 ونلقى أنه الأشخاص المطلبين للتصريح وقت يقول يتعينوا على الأشخاص التي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاص 60 يوما من تاريخ الإعلان على النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال. لهنا أنا نقطة نرجع إذا الناس دوما تعينوا إذا تم انتخاب مثلا رئيس جمهورية ولا نواب، ونواب دوما ولا رئيس نمشي رئيس جمهورية، رئيس جمهورية ما قامش بالتصريح بالمكاسب نتاعه في الأجل القانون، هل أنه تم تنحيته والعمل على قيام بحملة انتخابية جديدة والعمل على القيام بانتخابات جديدة، ولا شنو نجم نعمل طرقة وإحنا هنا في خلل قانوني إنه طلب من طلبتنا يطلبوهم إنه يقوم رئيس الجمهورية والأشخاص المدفونين بالفصل عدد 5 بالتصريح قبل التوجه نحو الانتخابات. مثلا رئيس الجمهورية ناوي يترشح للانتخابات يقوم بالتصريح نتاعو قبل ما يمشي للانتخابات. لهنا نربحوا حاجتين، الحاجة الأولانية إنه نضفيوا نزاهة على الأشخاص المترشحين، نلقاو إحنا كنا على مترشح كيما ياسين الشنوفي على الديوانة، كنا الدولة نجم تقوم تحمي أشخاص فاسدين، وفي نفس الوقت هو ربح للمال العام، لأنه لو لن يقوم رئيس الجمهورية بالتصريح فعلى أساسه سنقوم بانتخابات جديدة، وبالتالي نرجو من عدالتكم أخذ التعديل هذا فيما يتعلق برئيس الجمهورية. حاجة ثانية نلقاها في الفصل هذا هي الأجال 60 يوم. في نحن كان عندنا قانون عدد 17 سنة 87 يعطي لسه شهر، ولا شهر زاد برشا، زاد تعطيهم 60 يوم طول الأجال لهنا. تعرف شو معناتها الأجل على أشخاص منتخبين
لازمهم يعطيونا التصاريح نتاعهم في اجل 60 يوم، معناها الدوله تقعد واقفه، وعنا الاشخاص اللي ما لازمهمش يبشروا مهامهم الا ما يعطيونا التصاريح نتاعهم. لهنا عنا طول الاجال، وبالتالي نرجو منكم الاخذ بعين الاعتبار تقصير الاجال المحطوطه في 60 يوم. حاجه اخرى ناقصه في الفصل عدد 5 انه نلقى في الفصل 33 الابناء الحصار. لهنا فصل 5 ونجمو نلقى عدد 17 سنة 87 كان واضح وصريح، الأبناء الفصل القرين والأشخاص المكفولين بالفصل عدد 5. لهنا ما فماش نص صريح يقول راهو الأبناء، كان كي نشوف فصل 33 يقول إذا قدم تصريح خاطئ بالنسبة للأبناء نتاعو وقتها نحاسبو، وبالتالي أن الفصل 5 لازم يطرق الأشخاص المكفولين أو المطالبين بالتصريح بهم اللي هما القرين والأبناء الفصل والشخص في حد ذاته. وبالتالي نرجو لكم اخذها بعين الاعتبار. نمشيو لفصل عدد 6. فصل عدد 6 يقول لك راهو عندنا نموذج من التصريح يضبط بامر حكومي. عندنا ثقه في السلطه التنفيذيه، لكن هنا لازم نحطوا النقاط الاساسيه اللي لازم يتضمنها التصريح. معناها انا شنو الحاجات اللي تضمن لي تطبيق القانون هذا؟ نحط النقاط الاساسيه اللي ديجا مضمون فيها، اللي على اساس يكون التصريح قابل انه يتماشى مع القانون هذا. وما ننساوش كيما سيادتكم صدقتوا على القانون المتعلق بحمايه المبلغين وقانون الهيئه، عندنا الاشكال في احداث النصوص التطبيقيه اللي هي تجي نقعدوا نستناوها قداش وقداش باش تصير. على القليله كي يبدا عندنا النصوص الاساسيه نجموا نحطوا السلطه التنفيذيه على الخطه على السيرات انه تنجم عندك مع اموا شي ما تنجم تخدم عليه. نمشي لفصل عدد 7 اللي هو في صورة رفض القرين. في صورة رفض القرين الإدلاء بالتصريح نتاعو نلقاو هنا عندنا خلل قانوني، والخلل القانوني هذايا نعرف على مجال أحوال شخصية أنه للقرين ما عندوش سلطة على الأملاك نتاع القرين نتاعو مش لازم يعرفها، أما عندنا إشكال هنا، فتحنا مجال لشنيا؟ أنه القرين ما يعطيش التصريح نتاعو، يلم الفلوس الكل وما يعطيش، ولهنا ما عطاش سلطة للهيئة، معناها ما فماش سلطة وجوبية على الهيئة أنا كمجتمع مدني نجم نحاسبها، تقول شبيك ما مشيتش دوشت وراه؟ تقول لي معناها نحبوا نتذكروا راه، الناس اللي باش تخدم في الهيئة راهم إلهم العباد، ورانا نشرعوا على حاجة عن 20 و30 سنة قدام، معناها رانا مانيش نحكيو على البوقة هذه بركة، على ناس باش تجي تخدم من بعد. نحن ما نعرفوش ما مدى نزات الأشخاص باش يخدموا في الجهاز هذايا. انه نجم تطفي الضوء على دوسيات معينه، وانا كمجتمع مدني ولا كصحافه استقصائيه ولا كمواطن عادي ما نجمش نطالب الهيئه ونقول لها شبيك اللي حدد لي ساعه ما قمتش بالبحث في مثلا الاموال المتاتيه للوزير لزوجه الوزير الفلاني ولا زوجه المدير العام الفلاني. وبالتالي عندنا زوج حلول، يا اما نتبع القانون 87 المتعلق اللي فيه يعفى من مهامه لو كان زوجته ما صلحتش، ولا على الحل الثاني انه تقوم الهيئه وجوبا بالرقابة على الشخص الرافضي للتصريح، على خاطر هنا باش تفتحوا مجال للسلطة التقديرية ومش تلقاو عنا فاي كبير انه يعطي الفلوس لمرته، مش مشكلة. سمح اي مرته القرية على خاطر حتى شو انا كرشي كيف كيف نمشي لفصل عدد 10 اجل 60 يوم. الاجل على اشكال في القانون هذايا مشكلة الاجل. الاجل ياسر طويلة 60 يوم، معناها الشخص ما يعرفش شنو عنده في 60 يوم، مشكلة كبيرة. نمشيو لفصل 11. أنا نقول لك تغيير جوهري، معناها الشخص اللي باش يعطي التصريح نتاعو لازم يعطي التصريح نتاعو في أجل 5 سنوات أو 3 سنوات، ولا عند حدوث تغيير جوهري. شكون يقيم تغيير جوهري؟ بالنسبة لي أنا عندي 10 مليارات، نضاف لي مليار مش تغيير جوهري. ما غنانيش، انا غني بطبيعتي. لازم نحط لهنا بورسنتاج. قبل في القانون شنو القانون القديم كان عندنا بورسنتاج، تحط لي 30 40% 20%، انت والبورسنتاج اللي تراها صالحه، اللي بما تعتبره تغيير جوهري، اما تغيير جوهري لهنا في العامة راهي كلمة فضفاضة. شكون يقيمها؟ الهيئة؟ انا؟ ما تنجمش تحاججني اذا انا نعتبر انه 10 مثلا اعتبر لي زادت لي مليار ولا زادت مليارات في الذمه الماليه نتاعي، ما تنجمش تحاججني تقول لي تغيير جوهري، قلت لك ماهوش تغيير جوهري. بي فما نقطه تعرضت لها بوسطه باش نتعرض لها انا، خاطر نقطه مهمه جدا اللي هو غاب عليه القانون هذا.
نشيروا القانون مشروع القانون الحالي نلقاو سريه التصريح ونلقاو عدم النشر. اش عملنا جميل احنا؟ شنو هي الحاجه اللي زدناها على قانون 87؟ كاين دي محاسبات بغضاض زدناها تقصي. اما انتم راكم صدقتوا على قانون نفذ المعلومه وصدقتوا على قانون متعلق بالتبليغ عن الفساد. التبليغ عن الفساد راهو مش كان دور سلطه تنفيذيه ولا دور سلطه تشريعيه ولا دور هيئه فقط. دور المواطن هو واجب مواطن. انا كانتصار عفيفي لو كان نلقى شخص لو كان تنشر ولا تنشر الهيئه تصريح ونعرف شخص هذا في حاله تضارب مصالح ولا حاله سيد في حاله اثراء غير مشروع نجم نعاون الدوله. علاش نقصيو الطرف الثالث؟ نقصي في الصحافه الاستقصائيه، نقصي في المجتمع المدني، ونقصي في دور المواطن كطرف فعل في الحرب على الفساد. وبالتالي انه الذهاب نحو تعتيم النشر راهو بالحق حاجه خايبه على الاخر. وكي نجي على قوانين المقارنه، عندنا فرنسا 2016 الناس الكل ناشر. كي ندخل السيد انا بتاع اللي موجود فيها التصريح بالمكاسب والتصريح بالمصالح، يتم ارسالوا ليك كيف تونس كان نحن في 2017 صدقوا على حاجه كيف من هكا، رانا وخرنا قانون نفذ للمعلومه وقانون الشفافيه. ونطرح سؤال، ما مدى اهميه المصادقه على القانون هذا؟ مش دعم الشفافيه ومكافحه الفساد؟ وبالتالي لو كان باش يتم التعتيم على التصاريح هذيك علاش؟ عندنا اذا نرجعوا التجارب المقارنه، لقاو بولونيا، هولندا، كرواتيا، النرويج تفرض على الوزراء نتاعها وعلى الهيئات نشر التصاريح نتاعهم. وإذا نحكيو نحنا فما برشا نواب ولا برشا ناس يقول لك ليه راهو مش من عاداتنا، نو من عاداتنا. فما شخص كان في رئاسة الحكومة قام بتصريحه سي محمد عبده، قام بصفته وقتها كان وزير الإصلاح الإداري وما صار له حتى شيء. وبالنسبة للشفافية أنا قانون 22 ما عندكش علاش تمنعني كأنا كمواطن من دوري هذايا. وكيف كيف نمشيو لكرواتيا، سامحني نمشيو لسلوفينيا، سلوفينيا توا كان عندها قانون يفرض تنجم تحصل على المعلومة وفق قانون النفاذ للمعلومة، تحصل على التصاريح. توا في سلوفينيا عنده مشروع قانون محطوط قدام مجلس النواب نتاعهم، حاول نشر التصاريح هذايا. العالم مشي يقدم مشي نحو كشف المعلومة وفرض المعلومة. نحن ماشيين بالتوالي راه، نصدقوا على قانون نفاذ المعلومة ونصدقوا على قانون حماية المبالغين ونوقفوا بالتوالي وحابين التصاريح. كيف كيف راهو الفصل اللي كنت نحكي عليه أنا راهو فصل 16 وفصل 30. ما لا يشمل حتى العقوبة. وبالتالي لو كانت تنحى على الحكاية هذيا وتم العقوبة كما قال بوطة قال لمين انه تشمل كان المساس من معطيات الشخصية للأفراد. وبالتالي حتى نشر التصاريح بما لا يمس من أمن الأشخاص المطالبين بالتصريح. معناها أنا ما حشتيش لادريس إكزاكت نتاعك. كي تقولي لو أنا عندي عقار في المرسى نجم نعرف القيمة المالية نتاعو. ماشي تعطيني لادريس نتاعك ولا اللوحة المجمية نتاع السيارة. اللي فات تقول لي عندي بورش سيت ولا عندي ما نعرفش انا 206 نجم نفهم شنو هي نوع التصريح نتاعك وانا كمجتمع مدني نجم نوصف القصي نتاعي. بي نمشي فصل 19. فصل 19 شو يقول لنا؟ يتعين على الاشخاص المشار اليهم بالاعداد 1 و2 من فصل 5 من هذا القانون اللي هما رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه واعضائها بعد انتهاء مهامهم لأي سبب كان ولمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ توجيه إعلام للهيئة قبل مساهمتهم في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر. لأنه قال على خلل لهنا في الفصل تعلم الهيئة وتهوى بعد تمشي تعمل اللي تحب. شنو دور الهيئة؟ علم تهوى بعد. الإشكال اللي عندنا نحن لهنا اللي تعلم الهيئة وتستنى الرد نتاعها. هذاك علاش عندنا كان الفصل معناها عندنا كان رئيس الجمهوريه وعندنا الوزراء ونسينا المدراء العامين. اكزامبل احنا عندنا شركه تونسيه للانشطه البتروليه. شركه تونسيه للانشطه البتروليه يكون بي دي جي نتاعها وبعد يخرج يولي مدير في شركه خاصه نحن نسميوها ريفولفينغ دور. معناها تمشي من القطاع العام للقطاع الخاص. ونسينا حاجه مهمه، المعلومه المميزه. نحن قانون التبليغ عن الفساد اعتبر المعلومه المميزه في حد ذاتها فساد. المعلومة المميزة شنو هي؟ انك تكون تعرف البروسيسيوس الكل، وتعرف الورقة اللي كان عند شكون، وكل شيء، وبعد تنفع بها أشخاص أخرين. لهنا في وضعية خايبة على الآخر. إذا أنا باش نعلم الهيئة، معناها قبل ما نمشي الهيئة، عندي رئيس الجمهورية، والوزراء، ورئيس الحكومة، ونضيفوا لها المدراء العامين. خاطر المدراء العامين راهو مدير عام، عنده معلومات الكل، عنده الإجراءات كيفاش تخدم الإدارة،
عنده معلومه هذيك وقتاش وميم عنده البيدجيت تاع الصفقات العموميه. انت يخرج اليوم ويمشي يخدم في شركه اخرى ويجوست يعمل يعني حاجه. هذيك علاش نزيدوا حاجتين، نضيفوا المدراء العامين، نضيفوا ضروره رد الهيئه ووضع اجالي ذلك. حاجه مش واضحه في القانون هذايا انه على اتخاذ التدابير اللازمه، الاجراءات اللازمه. شنو هما التدابير اللازمه وشنو هما الاجراءات اللازمه؟ نمشي لفصل 21 يقول اذا كان احد الاشخاص المشار اليهم او قرينه يخضع للتسلسل الهرمي المباشر لقرينه فانه يتعين على الهيكل المعني اتخاذ التدابير الضروريه لوضع حد لهذه الوضعيه. نفتح نسوق تقديريه كبيره على الاخر، وشنو هي التدابير الضروريه؟ نحيه نطردوا ونحطوا في بلاصه اخرى، لان لو السلطه التقديريه نتاع الاشخاص نجم تكون واسعه على الاخر. كما نزلنا نقراو راهو كما نقراو حسن النية نقراو سوء النية. هذاك علاش راهو واحد يخدم تحت مرت ولا مراه تخدم تحت راجلها راهو مش مشكله كبيره برشا عندنا. الاشكال اللي عندنا انه الوضع حد يتضارب المصالح. طيب لو كان هما في وضعيه هرميه تاع تضارب المصالح لازم تحط لي شنيه؟ اسكو هو يخرج من الجهاز هذاك يتم الحاقه بجهاز اخر؟ نحن كسلطه تشريعيه لازم نحطوا التدابير اللازمه شنيه؟ المشاركه في مداولات مداوله او تصويت سواء في الجلسه العامه للمجلس او في اللجان بخصوص اي موضوع لهم فيه مصلحه شخصيه ماليه مباشره. يجب على عضو مجلس نواب الشعب اذا اعتقد انه في وضعيه تضارب مصالح المشارك اعلام رئيس مجلس نواب الشعب وعدم مواصله المشاركه في اخذ القرار. اذا كان رئيس المجلس هو في حال تضارب مصالح ايش عملنا؟ هذاك علاش نراو انه الوضعيه ما تمشيش الى رئيس مجلس نواب الشعب، الى مكتب المجلس. عندنا ثلاثه رئاسات نحن ولا ثلاثه رئاسات، اذا واحد فيهم اخذ المعلومه ينجم يعديها الاخر مع ضروره النشر حتى المجلس نواب الشعب يقوم بالنشر. نمشيو للنقطه اللي بعد اللي هو العقوبات. فيما يتعلق بالعقوبات، العقوبات اللي راهو فيها تعرضت لها بوصله مش باش نحكي عليها برشا، اما العقوبات الموجوده راهي عقوبات غير كفيله بايقاف نزيف الفساد، ولا غير كفيله بالتعامل مع قانون كيف من القانون هذايا. اذا السيد ما سرحش بعد انتهاء مهمته بشهر نعطيه 300 دينار، 300 دينار معناها نجم اذا انا لابس عليه 300 دينار ما نحسهاش. الاشكال ونعرف علاش نستناو برشا معناها ما سرحش بالمركز نتاعو يمشي على السنة والشهر ما سرحش بعد شهر اوتوماتيكمون عنده شبهة اقراء غير مشروع واضحة معناها ما عندناش علاش نستناه. هذيك فيما يتعلق باب العقوبات النقاط الاخرين تعرض لهم زميلي بوصله في بوصله زميلي الاعلاميين مش تعرض لهم برشا لكن الحاجات الاساسيه اللي نحبوا نتعرضوا لها انه راهو المبادئ الاساسيه اللي جبنا اللي خلينا نجيو اليوم لهنا انه القانون هذايا لازم يضمن الشفافيه ويضمن مشاركه جميع اطراف المجتمع في الحرب على الفساد. ولهنا توقي من خاطر هو عنده سياسه وقائيه قبل حتى السياسه الرضاعيه. لهنا وقايه اجهزه الدوله من استشراء الفساد وقت يكون لي انا بي دي جي فاسد راهو مشكله كبيره. كيف في على مستوى الانتخابات راهو على كل كان هو يصرح قبل ما يمشي للانتخابات راهو لهنا باش نضيقوا في البوثقه نتاع الناس اللي باش يشارك في الانتخابات. هذاك علاش نحل الكلمه للبرلمان وكان سامحوا لي كان عندي زميلي عبد المليف جست نقطة متعلقة بالقانون هذا هو بالنسبة للبرلمانيين في حالة وجود حالة تضارب مصالح. بالنسبة للبرلمانيين أولا معناتها القانون ما حطش واجب الإعلام تاع البرلمان اللي هو في حالة تضارب مصالح. ثانيا القانون زاد ما قالش شنيا معناتها القانون ما حطش أجل وما حطش واجب الإعلام. وهذا معناتها نصور اللي نقطة مهمة. وثانيا نقطة نصورها مهمة زاد اللي هي نقطة نفاذ قضاء للتصاريح تاع الأعضاء تاع
الحكومة على بتاعن موطفين سليم. شكراً. قبل ما نهي نكلم الضرب الدين بتاعهم الأستاذ سامي عبو اللي بتاعهم في اللجنة. شكرا سيد الرئيس. صباح الخير للناس الكل. قبل الناس قبل كل شيء محمد حديد انا صحفي مراسل في تونس من 2011 بعض منكم يعرفوني على خاطر ممكن قمنا بمقابلات صحفيه قبل واليوم بحذاكم باش تسمعوا. اليوم زاد انا موجود كصحفي في بر الامان. بر الامان هي وسيله اعلام تونسيه تنتج مقالات ورسوم بيانيه. شفت زاد بعض الروبورتاجات الاذاعيه انتجناهم ويتبثوا على الاذاعه الوطنيه وبعض الاذاعات الجهويه. وكيف ما سيد الرئيس قالها بفيسعه هي بر الامان تولي كلها فيسعه تولي بر الامان. كل قيل علاش؟ على خاطر احنا نمنوا انه الطريق الى بر الامان هو اساسا يتعدى بالبرلمان. وعلى خاطر زاد الخط التحرير نتاعنا هو كيفاش مؤسسات الدوله تاثر على المواطنين. بدل الميكرو تصفيت عايش وعلى خاطر زيادة الخط التحرير نتاعنا هو كيفاش مؤسسات الدولة تأثر على المواطنين وكيفاش المواطنين يشاركوا في أخذ القرار. احنا شوفوه كمساحة مبكرية دائرة بناءة. بر الأمان كوزيرة الإعلام ما يكتفيش بأنه يقول لكم شنو اللي صار، نشوفوا كيفاش القوانين تأثر على حياة المواطنين، نشوفوا كيفاش السياسات العامة من المفروض تكون موجودة، كيفاش في الحقيقة هي قاعدة تطبق. معناها في الريبورتاجات قمنا بهم في ولايات تونس نتاع تونس الكل، نوصلوا صوت المواطنين ونسمعوا آراء ممثلين الدولة من جهة أخرى، على خاطر الدستور، القوانين، الأوامر والقرارات هي حياة يومية. يقول القائل علاش وسيلة الإعلام كما بر الأمان طلبت اليوم من لجنة التشريع العام استماع، علاش في مشروع التصريح على المكاسب؟ ونأكد لهنا ان المداخله نتاعي باش تكون اساسا على التصريح على المكاسب. على خاطر في العمل اللي قمنا به اللي تلقاو فيه نسخه اوليه لهنا توزعت عليكم وشكرا للاخ اللي قام بتوزيعها. في العمل هذايا فقنا اللي ثم خطر كبير، خطر اللي هو تاريخ يعاود نفسه. من تجربتنا كوسيلة أعلام بالخدمة هذه وصلنا الفكرة. الفكرة هذه أنه كيفاش الثقة تعاود تبنى من جديد. واليوم نجم نقوله يعني أنه الثقة نجم تكون ماهيش موجودة. دونك المواطن شفتوا الأرقام الأخيرة أكثر من 80% ما عندهم ثقة في الأحزاب. نجم نقوله على غالب هذيك هو العزوف. المواطن ما عادش يهم. وإلا نجم نشوفه أنه سيادتكم اليوم موجودين لهنا. أنتم عندكم دور كبير في أنه هالثقة ترجع. كيفاش الثقة تنجم ترجع؟ أنا باش نقولها في ثلاثة نقاط. النشر، الرقم، ومراقبة التصاريح. هذه المفاتيح الثلاث لكسب الثقة حسب البحث اللي قمنا به. وما عندي حتى شك أنه الأشخاص الموجودين لهنا يمنوا أهمية التصريح واللي إذا كان الكل ما صرحتوش الكل باش تصرح. باش نستسمحكم باش ناخذ البودة الشيب هذايا باش تشوفوا لهنا. هذم وثائق بعثتهم لنا دائرة المحاسبات. هذوما اللي تشوفوا فيهم كان تحبوا تعملوا تطلعوا عليهم. هذوما حصيلة 30 سنة من التصاريح. هما سون دي ليست تواصلين يمشيوا لا نهاية لهم. دي ليست اللي ثم شكون ثم انسان قام بطبعهم ورقة ورقة. هذايا في حد ذاته حاجة غير عادية. 25,000 تصريح منين جايين؟ جايين من قانون 87، قانون 1787 اللي اليوم قاعدين نتفقوا باش نبدلوه. خلينا نذكروا كيفاش كنا عندنا 87. 87 الاحداث نتاع 84 والاحداث نتاع 78 مازالوا في مخنا. الازمه الاقتصاديه نتاع صندوق النقد الدولي، الازمه الاقتصاديه في تونس سامحني كانت مازالت موجوده وصندوق النقد الدولي كان يتطبق في برنامج الاصلاح الهيكلي. وقتها في استاد ممكن بعض يتذكروا كانوا يقولوا المتفرجين فلوس الشعب حوافه. من جهه اخرى الحبيب بورقيبه شنو كان يقول؟ يقول انه سيكرس بقيه حياته لمقاومه الفساد وسوء التصرف والعبث باموال الدوله. ازمه اقتصاديه كانت كبيره في تونس لدرجه انه تونس تعيش بالتسبقات شبه يوميه من البنك دو فرانس البنك المركزي الفرنسي. ما نحبش نكون نسائل برشا، اما الوضع هذا نجم نشوفه اللي ذكرها شويه بوضعنا دي. حال على فساد، ازمه اقتصاديه، مظاهرات، احتقان اجتماعي، وانعدام الثقه في الاحزاب، قلت لكم الارقام من بكري، وتبعيه لصندوق النقد الدولي كيف كيف. رشيد صفر هذا اللي قبل الوزير الاول اللي هو كان بالمبادره نتاع مشروع قانون
1787 اللي هو حيزنا فيه توا قبلناه الأعداد التقرير هذية وقال وقتها أنه الهدف كان أحداث صدمة نفسانية عند الشعب التونسي والمسؤولين فقط. النواب اللي كانوا قاعدين في الجلسة هذه واللي تحدثوا تقريبا في نفس البريود يعني 30 سنة التالي في أوائل 1987 تحدثت لجنة التشريع العام وتحدثوا النواب في الجلسة العامة تاع 7 أبريل 87 وقمنا بدراسة المداولات وقتها وشيء غير عادي قديش الوضع وقتها يشبه الوضع اليوم ونستدعاكم أنكم تطلعوا عليهم هذوما موجودين في موقع المجلس ونظن أنهم موجودين في مكتبة المجلس. الهاجس نتاعهم النواب في الجلسة العامة وإلا في اللجنة كان الحد من الإثراء غير المشروع. باهي علاش موصلنا الشهر؟ خليكم تشوفوا هذا تعداو 30 سنة ما وصلنا بهم حتى شيء. لو سمحتوا باش نبداو باش نشوفوا رسم بياني في الصفحة عدد 16 موجود في التقرير هذا. الرسم البياني الأول هو يجسد قاعدة البيانات الطويلة هذه. نشكر دائرة المحاسبات اللي وفرت لنا زادة بالإكسل. بدل لنا حياتنا ولا راهو ما نجمناش توا مازلنا قاعدين نركنوا فيها. الرسم البياني الاول تنجموا تشوفوا فيه اللي ثم ان بيك كبير من الاول من بعد دوتر بيك. شنو هما لي بيك هذوما كيفاش نجموا نقراوهم؟ هما البيك الاولاني دوب ما تخلق قانون حيز النفاق نتاع 87 يعني للي ثم جديد عنده شهر واللي ديجا موجودين عندهم 3 اشهر واكثر نسبه تاعهم تاع التصريح كانت في ثلاثة بعد 3 اشهر. لي دوتر بيك اللي موجودين تشوفوا مثلا 99 تشوفوا 2004 تشوفوا 93 بعد الحال اذا كانتكم مدايه بالمواعيد الانتخابيه الرئاسيه والا حتى بمواعيد الانتخابات البلديه وين ما فات التصريح يصير بالمناسبات. انا في نفس الوقت نجم نشوفوا لعدد المسرحين ماشي وينقص مثلا كان في 2011-2012 اللي العدد عاود طلع وهذايا نجم نفسروه من دخول فاعلين سياسيين جدد في الساحه السياسيه. باهي علاش ثم نقص هذا في التصريح؟ خلينا نعود فقط في رمشة عين نذكر شنو فيه القانون 1787. ملول فيه قائمة متاع شكون باش يصرح، علاش يصرح، وقتاش يجد، من بعد شكون متلقي التصاريح، بعد عدم النشر، بعد وقتاش القضاء يلجأ إلى التصاريح، وأخيرا ثم إقالة في حالة عدم التصريح في الأجل أو الرقابة على التصرف في حالة عدم التصريح عند نهاية المهام. باهي توا خنشوفوا شنو اللي صار بالحق هاد 30 سنة. هذوما المبادئ الموجودة في القانون، أما كونكريتمون شنو صار؟ انعدام الرقابة. كيف ما قالت أنت صار، دائرة المحاسبات نفسها تقول أنا مكتب الضبط. يعني ما ثم حتى تصريح تصب وعاود خرج باش يصلح أي شيء. يموت الغاز. ما ثم حتى قضية تم استعمال فيها ولو تصريح واحد. هذايا حسب دائرة المحاسبات ومن جهة أخرى حسب الفقه القضائي اللي موجود على موقع الإنترنت تاع وزارة العدل. حتى التصريح تاع بن علي اللي هو صرح كوزير الدولة وزير الداخلية ما خلطنا عليه وعندنا باش نسلسلوا عليه. نجمو نتحدثوا عليه أكثر تفاصيل من بعد كان تحبوا. نحب توا نتعدى للرسم البياني الثالث اللي هو في صفحة نويلة صفحة 17 اللي تنجموا تشوفوا كيفاش التجديد ما هوش يصير واللي التصريح عن نهاية المهام كذلك ما صارش بالكل. عندنا 18,000 تصريح أول. خلينا نكونوا متفاهمين لهنا. كل واحد صرح مرة معناها لازم أول يصرح مرتين. عندنا 18,000 صرحوا مرة أولى. 5,000 جدوا. أوكي ديجا قصنا وبضعة المئات ما صرحوا عند الخروج من المهام. يعني نجم أنا صرح عشان نحب إذا كان ما نشوفوش الفاريشن باتريمون شنو باش يبدل. يعني من الآخر نجي نشوفوا أنه نجم نقولوا اللي صرح ولا ما يصرحش اليوم كيفو كيف بلاش. لهنا مانيش قاعد نطالب بعدم تطبيق قانون نتاع دوله ساري المفعول. لهنا احنا قاعدين وانتم سيادتكم قاعدين باش تكتبوا باش تساهموا في بناء سياسه عامه جديده. والسياسه العامه هذه لازمنا نقيموا المثيل نتاعها اللي كان قبل. لذا يظهر لنا ان التصريح كان كيف ما الانتخابات في وقت بن علي تتنظم وما تصلح لشيء. النجم اليوم نقولوا انه هذا ما صرحش ولا يخرج به يصرح. اما وين احنا عندنا دستور 2014 عندنا ثوره 2010-2011 هل باش نعملوا قانون اخر لجماليه الصوره؟ ما نظنش وما نظنش ان النواب انتم سيادتكم موجودين لهنا قاعدين تقوموا بالشيء هذا. نجم نصوتوا على مشروع جديد ونفحوا برشا ونقولوا هذه خطوه في مقاومه الفساد اما نجم ما يصلح لشيء. نرجع لثلاثه مفاتيح النشر الرقمنه والمراقبه. النشر
ثم بعض الهيكل بطبيعة نقصد لأنه النشر للعموم متاع كل التصاريح وتم نزيد نفسر على شيء. من قبل ما نحكي عن المعطيات الشخصية اللي تحطوا عليها دجاج ملائي مشكورين باش نتحدث على الفترة الحساسة اللي باش تعيشها الهيئة في وقت إرسائها. شوفوا في العديد من الهيكل من الدولة، منيش نحكي على هيكل منتخبة هيكل مستقلة، ولا العديد والعديد من الهيكل من الدولة تتأثر بالتجاذبات السياسية. هذا ما ينجم حد يتشكك فيه. هل اليوم ماذا بينا أنه تجاذبات سياسية تدخل في هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد ونقول يا سيدي هذا صاحبي ملا باش خلي باش لازم نعمل الرقابة، أما هذايا من شق الآخر باش نراقبه الخطر لهنا موجود. إذا كان ثم النشر أصلا ما عادش ثم إمكانية أنه نخير هذا على الآخر. النشر للعموم يقول خير علاش السرية موجودة؟ الشرح الأسباب والقانون مشروع قانون 89-2017 يحكي على حماية المعطيات الشخصية. فقه القضاء تاع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حسب قضية صارت في 2005 كان ثم عضو في مجلس منتخب في بولونيا ما حبش ينشر التصريح نتاعو على الإنترنت من 2005. يا أخي جاوبته المحكمة قالت له صحيح أنت المعطيات هذيك معطيات شخصية وصحيح في الكونفنسيون الأوروبيان دي بوردون في الفصل الثامن يا سيدي المعطيات الشخصية محمية، ولكن المصلحة العامة فوق المعطيات الشخصية. ولهنا نعاود نذكر قانون 22-2016 اللي يعترف أن المعطيات الشخصية قانون نفاذ المعلومة يعترف أن المعطيات الشخصية شيء ما ينجمش نفاذ ليه، ولكن يبجل المصلحة العامة. باش نحكي بسرعة على مثال تجبد اللي هو مثال فرنسا. علاش؟ على خاطر فرنسا مش العلاقة التاريخية ولكن على سورتو التشابه التجارب اللي صاروا الغادي ولا هناك. قانون فرنسا متاع 2013 مذكور في شرح الأسباب متاع قانون مشروع قانون 89-2017، ولكن قانون مشروع القانون لم يذكر التنقيحات الكل اللي صار وآخرتها للوسبان في 2016. وقتها كل شيء ولا منشور كيف ما قالت انتصار على موقع الاوتوريتي فور لا ترانسبارونس دو لا في بوبليك اللي هي hatvp.fr. وهاو كيفاش صارت الحكايه؟ في 88 فرنسا عندها قانون، القانون هذايا يشبه برشا القانون 89. ايش معناها؟ معناها ثم لجنه فيها كبار القضاة من محكمه التعقيب دائره المحاسبات ومجلس الدوله الفرنسي اللي هما باش يراقبوا التصاريح. قعد القانون ساري المفعول حتى 2013. شنو اللي صار في 2013؟ جيروم كاهوزاك ministre du budget وزير الماليه الفرنساوي وقت اللي كانت حكومه فرانسوا اولاند الطالب في الفرنسي باش يعملوا يبذلوا اكثر مجهودات باش يعطيوا للدوله الفلوس باش يطلعوا من لي زامبو. نفيقوا لي وزير الماليه اللي هو باش يلم لي زامبو هذوك عنده كونت في سويسرا 600,000 دولار ولا يورو سيتو. وثم امام حتى بعض وزير الاعلام تقول اللي عنده كونت اخر فيه ملايين الدولارات. يا سيدي باهي وفقنا أن القانون اللي عملته فرنسا من 88 اللي شبه قانون مشروع قانون 89 مطروح اليوم مصلحة شيء. وحتى اللجنة اللي كانت متكفلة بالشيء هذا قالته. جينا قانون 2013 ثم النشر، ولكن ثم النشر أما تمشي تطلع عليه في البريفكتور، وإذا كان تعمل كوبي نجم يتم معاقبة. تعملنا نجم جنديح يعني فاش قام ننشر ممكن توا الكاد باش نحكي عليه باش يكون لعبيت الكل يذكروه فرانسوا فيون اللي تم انتخابه ملايين فرنسيس من طرف اليمين في لي بريمير نتاع اليمين والوسط. كل قايل فرانسوا فيون هو نعرف اللي قرينتو زوجته كانت عندها عمل وهمي امبلوا فيكتيف في مجلس نواب الشعب. ولكن منين خرجت الحكايه في منين بدات انا عشان الحقيقه؟ الحكايه خرجت من التصريح نتاع فرانسوا فيون اللي تنشر في صفته الورقية وسكانات تحط على موقع hatvp.fr. وكي نجيو للكاز نتاع القرين اسمها مفسخ ولكن موجود. شنيا الفلوس اللي خذيتهم ومن عند شكون خذيتهم؟ يا سيدي خذيتهم من عند لا ريفو دي دوموند، مجلة هذه ثقافية أدبية ماهيش معروفة برشا ماهيش منشورة برشا. لا ريفو دي دوموند بداو صحفيين يلوجوا يا جماعة شكون يعرفها هذه؟ وين كتبت؟ ممكن تثبت بصدوق لا والله شيء الصحفيين شفتوهاش ليه ما شفناهاش؟ رئيس التحرير شفتهاش ليه ما شفناهاش؟ يا سيدي نفيقوا لي في الدي جي تاع الشركه هذه
تم ترسيمه من فرانسا فيون في اخر الولايه في اخر الوظيفه نتاعه كوزير اول لفرنسا. سبحان الله من غادي بدينا نشدو خي وبدينا نوصلوا للفضايح اللي تعرفوهم الكل ونعرفوا هذا شنو ادى ان المرشح اللي كان عنده اكثر امل باش يكون هو رئيس فرنسا في اخر المطاف ما بعد وصل للدوره الثانيه. المصلحه العامه ان المصلحه العامه في فرنسا انه شخص استعمل المال العام نتاع الفرنسيس لغايات شخصيه اللي كذب نجم كان تكون بعد تم العديد من المراحل اللي خرجنا بهم من نشر في بريفكتور اللي وصلنا للبوبليكاسيون نجم نتعمقوا فيهم اكثر. ولكن هل من المصلحه العامه انه اشخاص كيف هذوما يكونوا عندهم مواقف نجم ياخذوا فيها قرارات تمس حياه العباد الكل؟ قانون نفاذ المعلومه اللي حكينا عليه هو يجب من الشيء هذا ما فماش يعني اي مدى للشك لازم المصلحه العامه تغلب على الاستثناءات. لذا نعاود ناكد النشر والنشر والنشر. النقطه الاولى تاع النشر نختمها ب مقتطف من مداولات 7 ابريل 1987 فيما يخص الحياه الخاصه اللي هو موضوع هذا. قال نيب عزوز الربيعي كان مش غلط، فالذي لا يريد التصريح بمكاسبه لا يكون وزيرا او مديرا، فالامر ليس مفروضا على الاشخاص. تو باش نتعدى النقطه الثانيه الرقمنه. هم متفاهمين تو النشر لازم ما فيهاش كلام. تو باش نفهموا علاش الرقمنه تنجم تساعد الهيئه والدوله والمواطنين ككل. الرقمنه تربح برشا برشا فلوس للدوله. اش معناها؟ معناها الارجنتين كانت في 99 عندها تصاريح ورقيه، التصاريح الورقيه هذه معالجه التصريح الواحد تتكلف 70 دولار. كي في 2000 سنة 2000 وليت تصاريح على الانترنت قداش تتكلف؟ 10 مرات اقل 8 دولارات. القاعدة البيانات اللي وزعناها لكم لهنا فيها كيف ما تشوفوا فات هما التصاريح ياخذوا مكتوبين بالعربية من بعد يترجموا ويتحطوا في قاعدة البيانات نتاع دائرة المحاسبات وفيها العديد والعديد من الأخطاء. اش معناها من الأخطاء؟ معناها الأسامي اللي يبداو ماهمش موجودين، معناها مثلا سي محمد فؤاد مبزع نقاه في 99 مسرح كرئيس في هيكل رئاسة الجمهورية. اذكر بون واضحة العملية انه وقتها كان هو رئيس مجلس نواب الشعب. لذلك يا سبحان الله تجنب الأخطاء في مثل هذا الصنف، وثم زاد بارفوات أخطاء يعني بسيك في تاريخ التصريح، يعني نجم نقاو وزير تسمى والتصريح نتاعو يا ما جاء 350 نهار من بعد وإلا هو ديجا سابق التصريح سابق التسمية نتاعو بالتصريح. دونك لهنا الرقم تنجم تسهل العملية هذه. بسرعة غياب فورما إكسبلوتابل للرائد الرسمي يزيد يصعب المأمورية هذه بالكدا. في التقرير اللي لقيتوه ثم قاعدة بيانات أخرى مصغرة استعملناها اللي هي قاعدة بيانات أعضاء الحكومات من 2011 إلى 2016 الحكومة الأولى بتاع سيد يوسف الشاهد، وقارناها مع معطيات أخرى موجودة مثلا البيوغرافية أوفيسيال تاريخ التسمية هذيك تنجم تلقى فيها أكثر تفاصيل على شكون أون غوتار شكون ماهوش أون غوتار إكسيتيرا تنجموا تشوفوهم. وكان إشكالية كبيرة في أنه نلقاو المعطيات منصوص عليها في الجهد. حتى الحكومة الأولى تاع محمد الغنوشي من 17 جانفي إلى 27 جانفي 2011 أصلا ماهيش موجودة في الرائد الرسمي. هذوما من الأشياء كصحفيين احنا نتفاجئوا ونقعدوا نلوجوا، من بعد مشينا شفنا بعض الوزراء اللي كانوا غادي قلنا لهم يا أخي اجتمعتوا مشيتوا للقصبة خذيتوا قرارات؟ إيه اجتمعنا، ولكن الحكومة هذه فما كونش ديباش نتاع أسوسييتد بريس اللي تحكي على تسمية الحكومة. هذه النقطة اللي ممكن باش نزيدوا نأكدوا عليها أنه ظهور يعني الربط مع جورج. باهي سيدي تفهمنا توا على النشر وتفهمنا على الرقم، خلينا نحكي على النقطة الثالثة اللي هي المراقبة. هل قانون 1787 ساهم في حد من الفساد والإثراء غير المشروع؟ سؤال بونس متفاهمين عليه لأن الكل تبع لي. ومن الأدلة اللي استعملناهم واللي ذكرناهم أنه ما ثم حتى تصريح صح الحاجة خرج من الإثراء. ثم تجربة الفلبين مش نحكي عليها لهنا باقتضاب اللي هي يعني كي تم نشر تصاريح نتاع الأعوان الجباية تمكنوا الصحفيين من أنهم يربطوهم بمعطيات أخرى نتاع السجل التجاري
نتاع التفكير نتاعهم في كسر ايترا وفيقوا انه ان فيت جماعه قاعدين يبدلوا في تاريخ البلاد نتاعهم باش ينجموا يقعدوا في الحكم وينجموا تقعد عندهم السلطه وينجموا هما ينتفعوا بالعديد من الدفاعات اللي ما عندهمش السبب باش ينتفعوا بها. لذلك هنا حتى مبدا يعني شيء كيف ما الرائد الرسمي ينجم يظهر يعني حاجه بعيده على مشروع القانون اللي احنا ندرسه فيه، ولكن بالعكس هذا شيء مهم برشا. بكل عجاله مانيش باش لو سمحتوا اذا كان نقدموا بعض التعديلات بسرعه مانيش نعاود تعديلات غير ترحم اصدقائنا من اي واتش والبوصله. مثلا في الفصل الرابع كيف ما تم الحديث لازمنا نعاودوا نضيف الفرق ما بين النسبه المعينه اللي باش تضبطها الهيئه بطريقه تفاضليه. قلنا باش نشوف كيفاش اثراء التغيير يعني اثراء غير المشروع يصير. لازم الهيئه تضبط يعني ان بورسنتاج ايفولوتيف. في الفصل الخامس نقترح اضافه فقره يجب نشر كل قرارات التسميه والاعفاء وتغير الصفه المتعلقه بالاشخاص المذكورين عليه في الرائد الرسمي دونك الليست الكل في اجال تسبق اجال التصريح، وان يتم التنصيص في القرار المنشور ويجب التصريح بالمكاسب. معناها في الجور تخرج قرار تسميه نقولوا هذايا راهو لازم يصرح، خلي امور هكاك تولي ما عادش ثم حتى شك في هذا يصرح ما يصرحش. وهذا اللي شفناه من قاعده البيانات انه ثم العديد من الوظائف اللي ماهمش معنيين، مثلا حراس، مثلا دي ريجيسور، اللي هما قاعدين يصرحوا على ما عندهم حتى سبب باش يصرحوا. سامحوني. بالنسبه للفصل السابع يقع التصريح اقتراح اضافه فقره يقع التصريح بمكاسب ومصالح الشخص المعني بالامر وقرينه وابنائه القصر. هذا التوظيف نتاع الفصول. في الفصل 8 يقدم كيف ما قلنا احنا رقمنا عطاهنا فيها دونك لهنا الترجمه نتاع الرقم والنشر. يقدم التصريح بالمكاسب والمصالح بطريقه الكترونيه وترسل الهيئه رساله مضمونه الوصول ببريد الكتروني فيه نسخه من التصريح في حالات استثنائيه تثبتها الهيئة. يتم التصريح بطريقة كتابية في النظيرين ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مسحوب بوصف. عليه أن يتم الرقم نتاع تصريح الهيئة قبل التأكد من صحته. تضبط قاعدة البيانات كل الأشخاص خاضعين للتصريح ويتم ربطها بمصالح الرائد الرسمي ليتم تحيينها آليا فور تغير وظائف أي من شخص معنيين بالتصريح. الفصل 9 نقترح أنه يتحذف. علاش؟ على خاطر باش يكون يعني ما نستحقوش للفصل هذا مبدا النشر. اذا كان تبقى مبدا النشر الاجال كيف نقترحوا انه على الاقل نحتفظوا على 30 يوم اللي موجودين في القانون القديم. في الفصل 11 نقترحوا انه يتم تحيين التصريح بالمصالح في حاله تغيير العضويه في اللجان القاره للمجالس المنتخبه. لهنا كل المجالس المنتخبة نتحدث عليها وليس فقط مجلس نواب الشعب. فصل 12 نقترحوا أنه يتم حذف هذا الفصل على خاطر إذا كان ثم التنصيص على واجب التنصيص في الرائد الرسمي عند التسمية دون ما ثماش حاجة أنه الفصل هذايا أبربت يعني قائمة بتواريخ وتحيين دوري للقائمة هذايا نتاع الأشخاص المعنيين بالتصريح. فصل 13 اقتراح تنشر الهيئة تقريرا شهريا بمن صرح من تم تنبيههم ومن لم يصرح في الشهر في ذلك الشهر على موقعها الرسمي وفي الرائد الرسمي. في الفصل 14 نقترح أن الأجال يتم اختصارها من 30 إلى 15 يوم. بعد الفصل 15 إضافة أجل 45 يوم في الفقرة الأولى ولازمنا أن هنا نزيدوا بعد استشارة مختص في الإحصاء. إيش معناها بعد استشارة مختص في الإحصاء؟ على خاطر باش نجموا نقولوا يعني كيفاش الإشانتيون يتم اختياره لازم مختص في الإحصاء يلقى الطريقة التقنية والعلمية للشيء هذا.
الأجيال 45 يوم بنأكد هو أجيال موجود في مقترح قانون عدد 35 سنة 2017 اللي هو 45 يوم كان موجود فيه مقترح نستأنس بالمقترحات القوانين ودائر هذا شيء يلفت الانتباه أنه مشروع القانون هذا من أكثر مشاريع القوانين اللي من أكثر المواضيع اللي لفت انتباه النواب فما أربعة مقترحات قوانين في تسع سنين بعد الدستور وتنجم تقرأ أكثر تفاصيل في التقرير عن الموضوع هذا يتم لا تنظر الهيئة في التصاريح نرجع لفصل 15 دونك إذا تفصل بعد استشارة مختص في الأحصاء لا تنظر الهيئة في التصاريح الكتابية إلا بعد رقنها يتم نشر كافة التصاريح مرقونة على موقع الهيئة بعد انقضاء أجل التقصي وتحقق في حالة التصاريح الخاضعة لهما ونضيف زادة تنشر الهيئة تقريرا سنويا حول نتائج التقصي وتحقق في صحة التصاريح للعموم فصل 16 تتولى الهيئة معالجة التصاريح المودعة لديها طبق التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومات. في الفصل 22 نقترح أنه يتم إضافة الكاتيجوري 1 2 الأعداد 1 2 3 4 5 و10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون ويتم اعتماد أجل تقديم الترشح ل تقديم التصريح اش معناها كي نائب كي شخص يحب يترشح عنده البريود نتاع الترشح هذيك هو يقدم فيها التصريح بتقول لي فما برشا عباد باش تترشح اوكي الهيئه ما تنظر كي من بعد النتائج النهائيه فاش كنا تنظر في التصريح وقت يتم نشر كلمه اي بتبع لا اصلا ما تحلهمش الهيئه بالنتائج النهائية وكذلك ما مكتوب في الفقرة الثانية لا يشترط بث الهيئة في التصريح إلا بعد التصريح بالنتائج النهائية بالنسبة للمترشحين في الانتخابات ولا تبث في التصريح مترشحين لعضوية الهيئات إلا بعد التصويت وإعلان النتائج للفصل 24 يجب على بإمكان العموم تقديم عريضة موجهة لرئيس الهيكل المنتخب في حالة الشكوك حول تضارب المصالح فيما يخص قرار يتطلب التصويت ويجب البحث فيه قبل التصويت تتم حماية المبالغين تحت غطاء التشريع الخاص بحماية المبالغين لهنا نشوفوا أنه مواطنين الكل معنيين بتعزيز الجهود متاع الدولة في مقاومة الفساد وأنه إذا كان واحد يشوف ثم إمكانية أو ريسك متاع تضارب المصالح من دوره مش هو يتدخل ويعلم الهيكلة ذي في الفصل 25 نقترحوا أنه يتم ليس فقط إعلام الرئيس المباشر بل إعلام أيضا رئيس الهيئة وفي كل حالتين يتم إضافة رئيس الهيئة يعني يتعين على صوت الإشراف أو رئيس مباشر أو رئيس الهيئة أن إذا تبين له أن شخص رجع به النظر في وضعية تضرب مسارح اتخاذ الإجراءات الضرورية الفصل 30 نقترحه بكل بساطة حفظه في موضوع القرين والأبناء القصر في المداولات نتاع المجلس التأسيسي وقت التصويت على الدستور فصلا في 4 جانفي في 2014 تم فعلا اقتراح أنه يتم إضافة القرين والأبناء والتصريح قبل وبعد الوظيفة لهنا في فصل 37 فقط إشارة أنه إذا كان نحكيه على تغيير في الباتريمون لازم نحكيه عليه يما بالزيادة ولا بالنقص على خاطر النجم واحد يتحصل على خرف على خاطر الصفه نتاعو دونك دوكو يولي باسيف عنده في فصل 46 يظهر لي لازمنا لهنا نحط وجوب التنصيص على يعني في البلاتفورم الالكترونيك كيف ما تونيكس على وضعيه الشركات المعنيه في تضارب المصالح يعني ليس فقط نذكروها يعني في جرائد بل ايضا في قاعدات بيانات نتاع الالكترونيه نتاع الدوله نحب نعود نشكركم على الانتباه نتاعكم وبالختام فقط لو تسمحوا لي يظهر لي انه من المهم اذا كان سمحوا لي كنت اردت عليكم مره اخرى الاستماع الى ممكن هيئه المعطيات الشخصيه هيئه نفذ المعلومه للبيك دائره المحاسبات نعرف اللي ديجا استمعوا لهم في ديسمبر الاخيره ولا اخر نوفمبر واخذ الراي الاستشاري للجنه الحقوق والحريات لجنة تنظيم الإدارة ولجنة المالية. ويعطيكم صحة مرة أخرى. شكرا لكم.
التقنيات التي حضرت بيننا ودور المجتمع المدني بصفة عامة في تطوير التشريعات والقوانين. واضح أن القضايا التي تتعلق بهذه القوانين تحتاج ليس لا تحتاج فقط إلى تشريع ولا تحتاج فقط إلى سلطة رقابة من الدولة ولكن تحتاج إلى مجتمع مدني فاعل وحيوي حتى نستطيع أن نتطور تشريعا وممارسة. القضية لن تتعلق بالجانب العملي ممارساتي كما قلتم. كانت هناك العديد من التشريعات وهناك العديد من القوانين ينقصنا الآن في تونس أنه يوجد الآليات المناسبة من خلال الرقابة ومن خلال أن ندخلت إلى المعلومة ومن خلال دور المجتمع المدني حيوي لتحسين هذه الأوضاع. هذا موضوع مهم وحساس بالنسبة لتونس ككل، بالنسبة للتجربة التونسية ككل، بالنسبة لتطورنا الديمقراطي، بالنسبة لضمان مستقبل أفضل إن شاء الله لتونس لنا جميعا. وبهذه المناسبة نريد أن نشكر هذا الجهد المحترم والمقدر من خلال دراسة الوضعية ككل وتقديم العديد من المقترحات. بعض المقترحات متضمنة في مشاريع قوانين أولية قدمها النواب، قدمها حركة النهضة، قدموها العديد من النواب في هذا الشأن وهي موجودة. إذا قدموا رعاية بسرعة، قدموا عدلوها، تتصل بالعمال، تتصل بضرورة التناسب التي أشرتم إليها. لأن القضية الأساسية والمفصلية بالنسبة لنا هي الآن الرقابة والنشر، وهذا موضوع مهم وحساس ودقيق، ونأمل أن نوفق إن شاء الله من خلال عمل اللجنة في تطوير تشريعاتنا في هذا الاتجاه إن شاء الله. لابد من ذلك، بدون هذا الاتجاه وبدون هذه التعديلات ستظل قوانيننا حديثة الأدرج. ونأمل أن الأصل والمقصد من التشريع ليس أن نراكم النصوص التشريعية فقط، ولكن المقصد منها أن تصبح سارية في حياتنا، أن تصبح هذه القوانين وهذه التشريعات موجهة لنا في حياتنا. فأنا أشكركم بهذه المناسبة على هذا الجهد، وأنا إن شاء الله أن يستمر هذا التفاعل مستقبلا من خلال ما نصادق عليه من تعديلات وما نصادق عليه من جهد في هذا الاتجاه. وأنا أمل أن يرى هذا القانون قريبا، يعني نراه ممارسة وليس فقط تشريعا. بطبيعة الحال ثم معنى مهم لابد أن نستشعره ونحن أيضا جميعا ونحن نناقش القضايا دي، ثم نخبة سياسية جديدة أشرفت على الشارع العام في الفترة الأخيرة، وهذه النخبة عندما طلب منها أن تصرح بمكاسبها هي نخبة جديدة على الحياة السياسية، وبالتالي لابد من حمايتها من أمرين. أولا ما عندهاش مكاسب ضخمة كما تظنون، يعني اللجانة النص اللجانة من أجل أنه الإنسان يعمره القاها أصعب من البكالوريا، ما باش معناهاش مش عنده واحد عنده سيارة في أحسن حالات عنده بعض المكاسب البسيطة، ولكن النص الذي جاءنا لنص كما قلت أشمل من البكالوريا ولا أصعب من البكالوريا. لكن أنا أقول مطلوب منا جميعا أن نحني هذه النخبة السياسية الوافدة جديدا على الحياة السياسية، نحنيها من إمكانية أنه الإقرار غير المشروع، إمكانية أنه حتى هي ممكن أن تسلك نفس المسالك التي سلكتها النخبة السياسية عامة الدولة، والنخبة السياسية والعمل السياسي والعمل داخل الدولة في بعض الأحيان في بعض المشاكل وفي بعض الانسلاخات. وهذا المشروع هو حماية للحياة السياسية بصفة عامة وحماية لنا جميعا إن شاء الله. هذا أمر مهم نحرص عليه إن شاء الله، وكما حرصنا سابقا على تقديم مبادرة تشريعية في شأنه سنحرص أيضا مستقبلا أن نستمع جيدا لمطالب المجتمع المدني وتجاوز هذا الإطار يعني حماية الشأن العام والإدارة الشأن العام إلى حماية الفضاء المجتمعي ككل، حماية حياتنا ككل من كل مظاهر الفساد. وشكرا على هذا الجهد. شكرا سيدريس. شكرا سيد الرئيس، استخير مرحبا بضيوفنا، واعتذر عن التأخير هذا الصباح لظرف عائلي تاعي، لكن استمعت بكل دقة للمداخلة الأخيرة لجمعية البرلمان، ونحب كما أظن صوتي صوت زميلي في تثمين مجهود جمعيات المجتمع المدني اللي حقيقة تقوم بمجهود جبار داخل هذا المجلس. وأعتبر معناتها أنه العديد من الإضافات التي أضفناها في القوانين التي تطرقنا إليها من إسهامات جمعيات المجتمع المدني حتى
في إسهام الحوار وبالتالي أضم صوتي لشكر هذه الجمعيات. أنا في المداخلة الأخيرة لجمعية دار الأمان كان هناك عودة لقانون 87 اللي ربما في ذلك الوقت اعتبر ثورة لأنه ما كانش فما عادة لتصريح المكاسب وأنه فما تكتم على تصريح المكاسب. لكن أنا أقول أنه الإطار سواء السياسي أو الاجتماعي أو حتى فكري كان مختلف، وبالتالي لا يجب أن نرتبط ارتباطا وثيقا بقانون 87، لا أن نقارن، معناتها ما يلزمش هو يكون المنطلق. أنا في نظري من عرش هذا تصوري ربما أنه هذا القانون اللي احنا بصدد نظر إليه يجب أن يكون هو زاد في حد ذاته ثورة جديدة، لأنه اليوم ولات فما ديمقراطية ساعة، ولات فما حوكمة رشيدة، ولات فما مبادئ شفافية مفادية للمعلومة وغيرها من المبادئ التي ربما لم تكن متداولة في 1987 ولا حتى مطروحة أساسا. دونك ما لازمناش نلتصق التصاقا وثيقا بقانون 87، ربما نستأنس بالمداولات خنشوفوا التفكير نتاع النواب في ذلك الوقت، ولكن لا أرى جدوى من الالتصاق بقانون 87 واللي لازمش هو يكون المنطلق ونحسنوا فيه. انا بالعكس اعتبر وانه القانون هذا لازم يكون جديد ومتماشي مع الاطار الجديد. ثلاثة ملاحظات وساحاول ان اكون معناتها مقتصرة تتعلق بالملاحظات التي قدمتموها فيما يخص النشر والرقمنة والرقابة. بالنسبة للنشر انا هنا عندي احتراز، معناها لأنه ما هو مهم ليس المكسب في حد ذاته، معناتها شنو الشخص يكسب، ولكن هو مصدر تبرير المصدر لهذا المكسب. دونك هنا ما لهاش فايدة أن علاش 10 ملايين من التونسيين يلزم يعرفوا النايب عنده منزل وين المنزل نتاعو، معناتها ما نراش أنا فايدة في ذلك. اللي يلزم يكون متوفر لدى السلطات. وقت تقولي نفاذنا المعلومة يلزم وقت الصحافي يجي يعمل في استقصاء يكون عنده إمكانية نفاذنا المعلومة، القاضي يكون عنده إمكانية نفاذنا المعلومة، قاضي تحقيق إلى آخره، يعني وقت اللي فما شبهات فساد. أما ما فما حد شيء وإنسان ينشر معناتها أذية فيه حتى مس من الحياة الخاصة. الحاجة الثانية شنعملوا في المنقولات الثمينة، فما ناس عندهم أنتخام دو في مختلف عن المظهر نتاعو، معناتها ينجم يكون ساكن في شقة ولكن يمتلك من المنقولات ما يضاهي منازل وعقارات، لوحات زيتية ثمينة، مصوخ إلى آخره، إيش نعمل في هذا؟ معناتها هل هذا يعتبر معناتها مصدر معناتها سيني ولا مكاسب غير مشروعة؟ أو يعني أنا بالنسبة لي أنا مش هذا المهم، المهم هو أنه الشخص يكون بالتصريح يكون على ذمة التحقيق، معناتها ما يتعرضش وقت اللي يجيه تحقيق ما يقولش أنا من 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 وريش معناتها اش عندي ولا ما نعطيش معطيات، تكون متوفرة للأشخاص اللي يلزم تقوم بالتحقيق، وثالثا تبرير المصدر منين جبت من أين هو هذا القانون. احنا في الناس في الشارع ما تحكي عليه مسمينه قانون، من أين لك هذا؟ يلزم وقت يطرح عليك سؤال من أين لك هذا يكون عندك الجواب بتاع من أين لك هذا. هذا هو المهم. وأنا نوافقك في الرقمنة لأنها أكثر من أنها تحفظ مع تتربح الوقت وتوفر المصاريف إلى آخره، هي زادت معناتها فما منظومة معلوماتية تضمن عدم ال معناتها لا فالسيفي، اون بو با فالسيفي لي دوكيومون، ما نجموش نزوروا الاوراق ولا الى اخره. الرقابة بالطبيعة لازم تكون متوفرة وخاصة بعد انتهاء المدة، ما نعرفش كان قلتوها ولا لا، ولكن المفيد انه مش من الاول معناتها، لكن زادة بعد انتهاء المدة لازم الشخص يكون عنده ما يثبت أنه الأموال اللي اكتسبها في الأثناء أو عند انتهاء المدة هي أموال مشروعة. ملاحظة وبعجالة، أنا أعتبر وأنه منعش ما سمعتكمش ربما الأخوة في بوصلة أو الواتش قالوا توسيع قاعدة الأشخاص المطالبين بالتصريح، لأنه سمعتكم تحكيوا كان على الأشخاص العموميين معناتها الموظفين، بينما أنا عندي تصور وداية طرحناه حتى في اللجنة مسبقا في الوقت في النقاش أنه يلزم يمتد إلى جميع الأشخاص
التي تتعامل بالأموال العمومية أو أشخاص الصالح العام ومنها الجمعيات. دونك معناتها وقت نقولوا توسيع قاعدة هذا يضمن كذلك أكثر شفافية وأكثر ملاحظة أخيرة قريتها في التقديم نتاع البوصلة واحنا زاد طرحناه في اللجنة في الفترة أنه هذا التصريح يكون مرتبط كذلك بالتصريح أو بالواجب الجبائي لأنه مهم جدا وفي المنظومة الجبائية فما حاجة اسمها لسينيو ستونتاتوار دو ريشيس المظاهر الإثراء الفاحش أو شيء من هذا القبيل دونك هذه المعايير المعتمدة في المنظومة الجبائية نجم هي تفيد معناتها بصورة ضافية الرقابة على التصريح بالمكاسب وتكون معناتها نقطة إيجابية هذا مبدئيا من اللي حبيت نقوله وشكرا سيد رئيس شكرا سيد الرئيس انا بدوري يعني بنحيي الشباب الحاضرين معنا اليوم والحقيقه هذه مصدر يعني فخر للتجربه التونسيه انه عندنا مجتمع مدني شاب ويقض ويواكب في المسار التشريعي كانوا حاضرين معنا اثناء صياغه الدستور واليوم يعني نحن نقترب من الذكرى الرابعه المصادقه على الدستور وأكيد هذه المبادئ اللي تم إرسائها في الدستور احنا اليوم بصدد تنزيلها من خلال قوانين وهيئات ومؤسسات وبالتالي فإنه موضوع القانون متعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب ومكافحة الإثراء غير المشروع هذا يتنزل ضمن منظومة قانونية وتشريعية تطلب يعني قوانين سبق البعض منها وإرساء هيئات كذلك كما الهيئة الدستورية المتعلقة بالحكم ومقاومة الفساد والهيئة هذه باش تتكفل بموضوع يعني تلقي التصاريح بالمكاسب احنا عندنا تجربة دائرة المحاسبات يعني كانت بمثابة يعني صندوق نودع فيه التصاريح ولكن ماذا بعد هذا الإيداع اليوم معناها القانون يحاول باش يحط عدد من الضمانات من أجل أن وظيفة التصريح بالمكاسب وتلقي هذه التصاريح ومقارنتها قبل يعني أن الإنسان يتحط في خطة معينة فيها يعني إمكانية وفرضية أنه هذه الخطة تخول له كسب غير مشروع فهذه يعني خطوة إيجابية وتقدم معناها جيد في مسار معناها توفير عدد من الضمانات من أجل أنه كل من يعني يتحط في خطة ولا في مسؤولية يمكن من خلالها أن يكون عنده مكاسب يعني مرتبطة بتلك الخطة فهذا يكون تحت الرقابة وتحت المساءلة وتحت المجهر هذه حاجة باهية ولكن نحن نحب نشيو للنجاعة لأنه باهي الناس معناها بالنجاعة معناتها كيف احنا باش نصرحوا بالمكاسب مش غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة من أجل المقارنة من أجل التقصي من أجل معرفة ماذا تم في هذه الفترة اللي معناها السيد هذايا ولا الشخص هذايا خلال يعني تلقيه هنا نقول أنه معناها نحن في مجلس نواب الشعب تحديدا في لجنة التشريع العام انطلقنا في سلسلة من الاستماعات وأكيد ما زلنا نستمع من باب توسيع الاستشارة من باب معناها توفير أكثر ضمانات لأنه القانون معناتها يكون في تطبيقه ناجع ويحقق الغاية من أجلها وهنا معناها فما بعض التجارب المقارنة اللي تركز على معناها مدونات سلوك وأخلاقيات احنا مثلا في البرلمان إن شاء الله ننجح في يوم من الأيام إلى إرساء مدونة أخلاق وسلوك النواب فما عدد من البرلمانات في العالم عند الكود ديونتولوجي متاع ليزيلو وفي معناها التفصيل متاع التصريح بالمكاسب ومتى يتم هذا التصريح وكيف يتم تحيين هذا التصريح وماذا يحدث في صورة وجود تضارب مصالح بين الخطة اللي بمسؤولية النائب في عضوية لجنة ولا في رئاستها وبين المسار بتاعه المهني خارج البرلمان هذه إن شاء الله إحنا كلجنة عندي الكود ديونتولوجي نتاع ليزيلو في كيبيك في كندا وفي تفصيل نتاع موضوع معناتها التصريح بالمكاسب في موضوع التضارب المصالح وإن شاء الله معناتها نعممها مع السيد رئيس اللجنة وزملائي أن نستنير بها من أجل أن نثريها القانون ويكون فعلا فيه نجاعة واحنا كما معناها اليوم انتقلنا من مرحله الانتقال الديمقراطي لمرحله بناء البناء الديمقراطي والبناء كما قلت
يتطلب إرساء مؤسسات وإرساء هياكل. وديما نأكد على موضوع النجاعة، جيد أن نخرج للعالم بمعناه قانون حماية المبلغين عن الفساد، هيئة النفاذ إلى المعلومة بهيئات، هذا حاجة باهية وحاجة وإضافة كبيرة، معناتها هي مكسب من مكاسب الثورة وتونس ما بعد الثورة وما بعد الدستور. ولكن احنا فعلا يعني نبحث على النجاعة، وإن شاء الله معناتها نستفيد من هذه الاستماعات وكذلك من التجارب المقارنة. اليوم ولو يحكيوا عن نيو كوريبسيون ال شو اسمها الشكل الجديده للفساد، فما لي لوبيينغ ولي كونفلي دانتيغي معناها في علاقه بهذيا، معناها الموضوع راهو اليوم كبير شويه. ثم حوايج نجموا معناها نجموا نراقبوها ونجموا معناتها ما نقولوا نقيسوا، ولكن فما حاجات تفلت من الرقابه تتعلق بالاخلاقيات وبالجانب. ان شاء الله نفرحوا معناها من خلال هذا القانون انه نحدث موازنه بين معناها التطبيقات وتجارب المثلث في مجال تطبيق هذا القانون، وعلاش ما تكونش التجربه التونسيه متميزه كي تستبق التجارب الاخرى في انها ربما تنبه الى الملفات هذه. مره ثانيه معناها نحييكم على هذا الجهد، وخاصه يعني نشوف معناها وجوه شابه ومتحمسه انها تساهم في خلق يعني مناخ الثقه، وخاصه نحسوا ان الشباب توا فما شيء من العزوف وغياب الثقه. فان شاء الله كما قالت زميلتي هاجر تكون انتم بيدكم عندكم دور من اجل انكم تعطيوا صوره انه ان شاء الله تونس بعد الثوره خير، وان شاء الله معناتها تكون عندكم بالحق أبت على الشباب وعلى معناتها دورهم الفاعل في الرقابة. ما تكونش عندك النظرة السوداوية السياسية كلهم فاسدين وراء ولو حليلة ويخسر علاش دورة دي علاش عملناها، لا معناها إن شاء الله فما مكاسب، وجودكم هنا اليوم مكسب من هذه المكاسب، وأرجو أن نتعاون وإن شاء الله نخرجوا بقانون يليق بتونس بعد الثورة ويتحقق فيه معناها مفهوم النجاعة وقابلية الإنجاز على الواقع وتطويق هذه المظاهر السلبية. صحيح قلت فما اللي يفلت من القانون، على الاقل احنا ما نخليوش يفلتوا من القانون واحيانا حتى بالقانون. استاذ نادير نقول لا معليش الملاحظات التي تقدمتم بها في السابق والآن هي ملاحظات جدية وفي مكانها، والمطلوب هو المواصلة. أما فيما بعض التساؤلات التي أريد أن أطرحها عليكم في نطاق التفاعل مع هذا المشروع، والتساؤل هنا يتعلق بعنوان المشروع، مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الرجل ويتضارب مصالح بالقطاع العام. ما لها تريم كل بقولة حالة في نفس الوقت، فما هو مش متعلق بما يكشف أنه فما اقتراف في معالجة المسألة، على كل واحد عنده فكرة لسق في فكرة أخرى ويجي نتعدل. الملاحظة الأصلية اللي في وسط العنوان يتعلق بالتصريح بالمكاسب. هم قدوا فيما ديور، والديور مش مكاسب في معناها تقنيا، الدين ليس مكسبا. دونك شنو اللي نقول؟ قولوا تصريح على الذمة بالمالية، ديكلاسيون دو باتريمون، اللي فيه السلبي اللي هو الديور والايجابي اللي هو الحقوق. دونك شنو اللي نعرفوا علاش نحكيو معناها نحكيو على المكاسب، نحكيو على الذمة المالية واللي فيها الملاحظه الثانيه هي متعلقه بتضارب المصالح. هذا يكون في القطاع العام، تسالنا القطاع الخاص، القطاع الخاص عنده احكام ثم تضارب المصالح فيه، ولكن وقت يبدا القطاع الخاص في علاقه بالقطاع العام شو نعمل؟ هذا التساؤل الاخر. التساؤل اللي بعده هو القائمه الحصريه، قائمة فصل 5، ولاحظت كل مره يطلع لنا واحد هاو متعرفش زوز خبراء العدليون،
هذا تكلف المحكمة. والخبير العدلي وما أدرك ما الخبير العدلي اللي هو الحاكم الحقيقي في الملف، والمدير الجهوي للوكالة العقارية حافظ الوكالة العقارية مسؤول، والمدير الجهوي للوكالة العقارية وغيرهم، وكل ما مش تكلم المحكمة. والسؤال هو هل القائمة الحصرية التشريعية تكفي؟ أننا نكون مضطرين في كل مرة أننا نغيرها نتعدل اللي بعد. الملاحظ أنه إحنا في إطار الحوكمة اللي هي تو مصطلح جديد، مش هيش مسألة منها متعمودة، هي الحوكمة هي طريقة للتسيير ولرقابة التسيير. فما حوكمة في القطاع الخاص وقاعدة تظهر تتطور بشوية بشوية، ومن جملة مقتضيات الحوكمة اللي تقوم على الشفافية وتقوم على معناها الالتزام بالقوانين. فما هيكل الحوكمة كيما عندنا هيكل الحوكمة في ما يتعلق بالبنوك، هاكي مفروضة بالقانون. فما هيكل نتاع حوكمة في البنك المركزي كيف كيف، ما هيكل الحوكمة في مجال الشركات التجارية، فما هيكل نتاع حوكمة. علاش في الإدارات اللي معنية بهذا التضارب المصالح ما يكونش فما بالقانون إرساء هيكل الحوكمة؟ هي اللي مش تكون، هي مش تكون العناصر التي تربط الصلة بين الهيكل الإداري، بين الإدارة وبين هيكل الرقابة، والتي تقوم بالمتابعة وتمشي للدفتخانة وتمشي للجيبة وغيرها، حتى يكون هناك ترابط وثيق بين مختلف المصالح التي تعنى بهذا الموضوع. الملاحظة الأخيرة، أنا أعتقد أن الرجوع إلى هذا المشروع في صياغته، وعندما نرى أن بعض النصوص تشير إلى الجهة القضائية المختصة، أعتقد أنه من المجدي أننا نعرف القانون على المجلس أعلى القضاء تطبيق الفصل 32 من القانون الأساسي للمجلس أعلى القضاء. مع الشكر. شكراً أستاذ المدير، أنا مضم صوتي لصوتك هو القطاع العام والقطاع الخاص، لأن ربما في إشارة كنا صدقنا على القانون المتعلق بالعطلة الاستثنائية، البارح تم نقد نهاية طرق الاستثنائية القانونية نقد قبل الطعن ويحاول القانون على المجلس باعتباره انه متعلق بالقطاع الخاص، فهذه نقود في ذلك. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بدوري نوجه تحيه معناها المجتمع المدني والجمعيات اللي حاضره معنا، وكل الشكر على المجهود. ما ادري انا رغم الوضع الصحي ولكن حرصت اني نواكب الجلسه هذه بأهميتها، وخاصة أنه الجمعيات هذه كانت عندها علاقة كبيرة مجلس نواب الشعب ابتداء المجلس الوطني التأسيسي، واللي واقفت معانا كل أعمال الدستور، واللي نقدر الحقيقة أن المجهودات التي بذلت يعني في إطار تنزيل مضامين الدستورية. على أهمية الملاحظات اللي قيلت، أنا معناها الفكرة الجوهرية أن احنا متفقين على أنه فما جريمة ما كانتش في معناها المنظومة التشريعية بتاعنا، وهي جريمة من أين لك هذا؟ معناش في المنظومة التشريعية بتاعنا جريمة من أين لك هذا؟ وأنه المشاريع المقدمة الآن واللي تم تلخيصها، لأنه احنا عندنا ثلاثة مبادرات تشريعية، ولكن تم تلخيصها في مشروع اللي وارد علينا من الحكومة اللي هو تصريح بالمكاسب والمصالح ومكافأة الإطراف غير المشروع وتضارب المصالح، ولكن هذا لا يعني أنه عندنا ثلاثة مبادرات تشريعية أخرى اللي بالإمكان أنه نتعامل معها ويمكن أن نأخذ منها ما يمكن أنه يساهم في مقاومة يعني هذه الجريمة، وأنا أسميها جريمة بكل معاني الجريمة، والاستفادة منها. ملاحظات دقيقة من الجمعيات اللي تأكد حرص هذه الجمعيات على إدخال التعديلات اللي ممكن أن توصلنا إلى نتيجة مقاومة الإثراء بدون سبب. ولكن أنا عندي إشكال لحقيقة تشريعي، هو كيفية إيجاد معادلة أو التوازن بين قوانين أساسية. أنا عندي مبدأ قانون أساسي بتاع مبدأ النفاذ المعلومة، وهو قانون أساسي واللي يمكن المواطن من النفاذ إلى المعلومة، وعندي قانون أساسي لحماية المبلغين، وعندي أيضا قانون أساسي اللي هو حماية المعطيات الشخصية، واللي الآن القانون هذايا هو بصدد المراجعة حتى يصبح متلائم مع المضامين الدستورية. يعني أنا عندي فصل 10 من الدستور اللي هو يعتبر أن حسن التصرف في المال العمومي والعمل على منع الفساد هذا مسؤولية الدولة بتحقيق نتيجة. الفصل 15
أنه تعمل الدولة وتنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المنفق العام ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساواة. الفصل 22 اللي هو الدولة تحمي الدولة الحياة الخاصة وتحمي المعطيات الشخصية. إقامة هذه العلاقة لأني أنا عندي كلها حقوق أساسية مضمنة بالدستور. كيفية إيجاد هذه المعادلة؟ لأني أنا وقت نحكي على النشر خاصة النشر المعطيات الشخصية واللي جزء كبير يعتبر أنه مع التصريح بالمكاسب مع ضرورة يعني خضوع المسؤولين الأول في الدولة إلى التصريح بالمكاسب، ولكن الإشكال والنقاش والحقيقة حتى في القانون المقارن هناك دول من ذهب إلى نشر يعني التصريح بالمكاسب، ولكن أيضا هناك دول امتنعت عن نشر يعني هذه المعطيات باعتبارها لصيقة بحقوق أساسية وهي الحياة الخاصة. كيفية إيجاد هذه الملائمة بين حماية هذه الحقوق الكل اللي هي حقوق أساسية وبين الحفاظ على الشفافية ويعني الحيلولة دون جريمة من أين لك هذا؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا أيضا مع توسيع قاعدة الأشخاص المعنيين بالتبليغ على المكاسب بتاعهم خاصة واللي يشمل الجمعيات وأيضا يشمل المسيرين بالمنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية، باعتبار الآن يعني ضرورة أن وقت نحثوا صحيح أن المرسوم متعلق بالجمعيات ما يتحدثش على النشر ولكن يتحدث على أن التسيير يكون معناها ضمن آليات الشفافية إلى غير ذلك. كيف تكون هذه الجمعيات وكيف تكون المسيرين في المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية معنيين أيضا بالتبليغ وبالتصريح بالمكاسب؟ ثلاثة، القطاع الخاص. احنا صدقنا على قانون متعلق بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام والذي يؤدي ضرورة إلى أن المعنيين بالمسيرين معنيين بالتصريح بهذه المكاسب. يعني كيف نوسع من هذه القاعدة؟ لأن الحديث عن الإثراء بدون سبب لا يشمل فقط القطاع العام، وإنما عندما نتحدث عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لابد أن تكون هناك جهات قد يكون التصريح بالمكاسب يعنيهم بدرجة أولى أكثر من الوظفين العموميين حتى نحول دون الفساد، وحتى تكون أنه إدارتنا للشأن العام بصفة عامة وهذه وقت نحبوا احنا الشأن العام بصفة عامة والمرفق العام ما يتصرش فقط على القانون على القطاع العام ولكن بمسابقتنا على أيضا القانون بتاع الاستثمار اللي هو من شأنه أن يكون فما شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وفما جهات يعني ومرافق كبيرة تكون معنية بالتصريح بالمكاسب مع الشكر. شكرا أستاذ سامي. شكرا سيد رئيس. نحب بس عن نعبر على ارتياحي وفرحي بالالتحاق باللجنه ونحب نقص من فتره مجد السيسي هذه فتره اشتغلت بشكل عام في ثلاث سنين هي رجعت بعد سنين بعد خبره ماليه شكرا ونحب قبل ما نبدا في الموضوع نحب نعرض على سيدي أنا تسمع لأصحاب مبادرات لأنه مشروع الهدية بتاع شفتي والكسر غير مشروع. احنا كتيار ديمقراطي في مجلس التأسيس عملنا مقترح قانون وبديت نناقشوا فيه وبعد مشيت الرفوف وبعد عودنا معناتها من 2015 وضعنا تحت على ذمة المجلس مقترح قانون آخر متعلق بنفس الموضوع. فأنا مع الخلف اعتبر أنه متى اللجنة المفروض أن تسدع أصحاب المبادرات لحتى نتم مبادرة أخرى في نفس هذا المشروع خاطر المبادرة ليش حاجة سواء كان عندي أنا ولا أي حزب معها المبادرة لا تقوم قيمة على مشروع القانون. صحيح مشروع القانون عنده أولية النظر ما لا أدري شو فيه معناتها أولية النظر هذا ما يمنعش أنه إذا مبادرة سابقة موجودة فما نفس الموضوع تاع مشروع قانون لو لايق الأهمية على أنه يتدرس ويتطرح على الطاولة سينو ما عندش حتى قيمة أنه يحطه في الدستور للنواب حق المبادرة اللي هي بين قوسين راهي الوظيفة الأساسية لمجلس النواب راهو الأصل في الأشياء مبادرات التشريعية ولا التشريع كله من مجلس النواب الحكومة كي تبقى شكون مجلس النواب عملنا هي ما تجيبش فلا فهم تيزم في نسحهم. نظر لأني أنا اليوم وأنا بديت أدرس مشروع القانون أنا على الأقل عندي كما قلت مستنسيسيو وبعض مقترح تاع القانون باش نسوق بعض الملاحظات وقبل ما نبدأ بالملاحظات بيسوق من حق حاجة فرح 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 اللي كنت نسمع فيه
مش خاطر شباب قاعد معانا لا خاطر في حاجه في حاجات كونسونت مليانه مقترحات في بقعتها وملاحظات رشيقه ثم شويه حاجات واحد المهم سمعنا كلام يطمنا على الاقل على غدوه على مستقبل البلاد انا متنيه الناس خايفه انا ما خافش مش خايفه على تونس ندير ثم ناس هكا وشباب هكا فتقولي كتابي اللي بدا ديما يطلع منها كان ما تمشي كان الخد خدام وان شاء الله بشويه بشويه نتحسن في المشروع الكل تو باش نلحق بعض من الاحراف اول حاجه ساعه المهمه في العاده نحن ديما نستأسوا بالقوانين المقارنه في العاده في الاصل في كل قانون نستأسوا بالقوانين المقارنه في المش في الموضوع هذا بالذات يلزم القوانين المقارنه نستأنس بينا التجربه نتاعي معناتها نحن كنا قانون مقارنه احنا نوليو الاصل في مثل هذه خد يلزمنا قوانين خاصه ويلزمنا اليات خاصه ويلزمنا نستوعبوا خاطر احنا مش نحبوا نعملوا خل نفهموا ساعه احنا مش نعملوا في مشروع تاع قانون نتاع كسب غير المشروع وديجا من العنوان كما قال السيناريو وانا نشارك في كل المقال مع عدد الديون فتما نجي نحكي فيها انه العنوان يعكس ربما توجه سياسي معين راهو ماهوش الغايه من القانون انه تخرج تونس في الصوره جدي بها الصوره نتاع الدوله التي تحترم والتي في مستوى التشريع نتاعها عندنا الشرف العام نتاع التبليغ عن الفساد ونحن مش قاعدين نحميو بالحق مش قاعدين نوصلوا بالحق وقاعدين نكمتوا يعني في الاصوات اللي تبلغ عن الفساد والا نتاع نفذ المعلومه وعندنا قانون واحنا في الواقع نفذ المعلومه بجهد جيد شو تاخذ ولا الا باش المحكم باش المحاكم يعني ماناش نحبوا نزينوا به صور تونس نحبوا نزينوا صور تونس ومولاه نزينوه اما نحبوا على الاقل البيرسبسيون لا تختلف في المطلق على الواقع نحبوا ثم شويه تقارب بين البيرسبسيون وبين الواقع ثم تشابه مش صوره والداخل العكس العكس تماما هذيك علاش القانون هذا بالذات ما يزالش يكون من جبهه القوانين تاع الصوره علاش على خاطر احنا انا مانيش الغايه في حد ذاتها القيام بالتصريح يعني التصريح القيام بالتصريح او تصريح ممتلكات ليس هو الغايه في حد ذاته وانما هو اليه لتحقيق غايه اسمى اللي هي الشفافيه اللي هي عدم الاضرار المال العام اللي هي حمايه المال العام اللي هي حمايه دوله القانون المؤسسي اللي هي الابتعاد عن كل ما عنده علاقه بمنظومه بعيدة نتاع الموالات نتاع المحسوبية نتاع الرشوة نتاع الفساد يعني إصلاح نظام الحكم شوفوا القانون هذايا اللي تريد البورتون هو يعكس بالحق تصور نتاع نصلحوا به منظومة نتاع حكم تصور كامل للبلاد لأنه احنا اللي للأسف خلقنا وما خلاش نتحدوا هي هذا احنا قبل في القانون القديم قالوا شو دايرين محاسبات تصريح يعمل تصريح علاش ما يعملوش؟ اللي يقول لك يعمل تصريح أنا لا واقع تحط غادي في أوراق تحط في دمون تقاربي قد هكا معبي كل أوراق لا معنى لها والتصريح كيف يتم أول مرة شوف كيش يخارج كيش يصرح ولا لا دونك اللي عمله أول مرة لا معنى له وما إلى آخره دونك إحنا ماهيش تصريح تحديته والله وإنما فرض شفافية وإنما عدم الإثراء غير المشروع كنتيجة للتصريح أحنا نحشت بهذا دونك نوليو في العنوان بيدو ما عادش نعقل العنوان تاعي التصريح ممتلكين خاطر نجم نعمل تصريح ممتلكين اي من بعد يا عملنا تصريح هو غايب ليه احنا الدوله نتاعنا القانون هذا يضمن الشفافيه هذيك علاش انا نفضل انه من العنوان تكون ثم الشفافيه والكسب غير المشروع او بالايه الكهانه كما كانوا الاثراء غير المشروع هم كيس هذا القانون في الاثراء غير المشروع أفهم عفوا في الشفافية عند التصريح بممتلكات عند تغرب الواحد مصالح ومن بعد نمشيو بالطبيعة للإثراء غير المشروع اللي هو يجي نتيجة أو أثر للتصريح بالممتلكات هذه الواحد الفوليلو الفولي الثاني الفوليلو بيان سور يقول هكا معناتها يولي نشر التصريح في حد ذاته وخاصة مرشح خاصة لكل ما هو مؤسسة معناتها طبعا كان رئيس مجلس النواب، رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، رؤساء اللجان، رؤساء البلديات، إلى آخره، تصبح ضرورة النشر
لانك يا اخي انت رئيس ما عادش ملك روحك، انت ملك شعب كامل، وانت ملك برلمان كامل، وانت ملك بلديه كامله، وانت ملك معناها انت مسؤول نمره واحد، رقم واحد، المسؤول الاول سواء كان على مستوى محلي او مستوى جهوي او مستوى مركزي. المسؤول الاول في كل هذه المستويات يجب ان تكون تصريح نتاعو لا فقط يقوم بالتصريح، وانما يقوم بنشر مضمون التصريح حتى من العيان، خاصة احنا في اجواء المناخ الحق بتاع ربي ماناش باش تفرح، هو تبدا كالبدايه هذيا تبدا تتكرس بشوي بشوي. اثنين، شكون اللي يمشي يصالحوا؟ في اطار شكون الاشخاص اللي تصالح ما لازمش نعمل قانون جلد او بالاحرى يميل للتضييق، كما منا للتضييق صرح وصلت نميلوا للتضييق. شكون من الاشخاص انا مع اللي كان التوجه يقول لو بالعكس احنا في قطاع كان وسعنا باش نحط قطاع خاص، لانك اشكو في كان لازم يتقراو احنا نقريوهم كيفاش يتعلموا ويحميوا الدوله ويحميوا العام. مليش احنا قبل ما السلطه السياسيه تولي سلطه سياسيه هي في الاصل احزاب سياسيه، والاحزاب السياسيه هي مشروع حكم وقدوه، والاحزاب السياسيه للاسف نشوفهم احنا في تونس اللي تم معناتها تمويلات لحقنا ثم تمويلات ما نعرفوش المصدر نتاعها شنو، على الاقل هو ما صرفوش المصدر نتاعها شنو، وثم تمويلات مشبوهه، وثم احزاب يقولوا كذا كذا. يا اخي نحن ضمانا خاطر المناخ الديمقراطي المسؤولين الاوائل في الاحزاب السياسيه، وثانيا اللي هي تريز امبورتون كل ما هو عنده علاقه بالخاص والعام، مش يمشي الخاص في الخاص، هذاك الخاص الخاص ما حاجه حاجه ربي معاه، ثم حق ثم قضاء. اما في كل ما هو عندك حاجه علاقه بين الربط بين القطاع الخاص والقطاع العام، هو يهمه العام ويدخل تحت خلف العام، كيما الاعلام او الوسائل الوسائل الاعلاميه. احنا نشوفوا اليوم في مانيبيولاسيون، احنا نشوفوا اليوم في مش ابعد من هكا، فبعض الوسائل الاعلاميه اللي يبدو انها عندها شبه فساد، وليس لانها نتيجه كيف تصرف وصحوت ما والى اخره، واللي هي تحت تقول عندها شبه فساد، راهي المؤسسات الاعلاميه اللي تحت مصادره، اللي فيها على الاقل جزء من المصادره. الدرس انه ولا عليها ضغط ولا تمشي في خط معين، لانها خايفه الكلام شي باش يحسبوها السلطه السياسيه. هذايا مش شرعي، هذايا لازم تحط كل المؤسسات الاعلاميه سواء كان خوفا او الترغيب والتهديد، حتى كما كان في عهد المخلوع تهديد وترغيب. احنا ضمانا للتهديد ولا ترغيب نحبوا نكسبوا اكثر ما يمكن اعلام نزيه، وذلك بحمايه على الاقل نمره واحد المؤسسات الاعلاميه سواء كان رئيس التحرير رئيس الوحده الناسيونال الى اخره، كل هؤلاء يخضعون الى الرقابه. بالاضافه بالطبيعه الى هؤلاء عندنا بون في القطاع العام القطاع الخاص نجم نقول لك بون برشا من بعد يدخل في الديتاي تو نمشي اكثر. بس لا يعني الموضوع يكون ناخذوه بجدية أكثر. النقطة الأخيرة اللي أنا نحب نحكي فيها وربما بعد نرجع بالتفصيل هي الجهة المبررة بالتسليم. راهو أنا يظهر لي ماشي في ثنية بصراحة مانيش نشوف فيها واحد حق قدامي. هل شو تقول شنو هي الثنية مش واحد حق قدامي أو تخوفني شوية. يا أخي احنا عندنا محكمة محاسبات. عندنا بيئة محاسبات اللي هي باش تولي محكمة محاسبات. هي على الاقل بالنسبه لنا نحن المسؤول رقم واحد على تصحيح الممتلكات. هيئه نتاع التبليغ او التقصي داخلي مثلا لو فيه قوم بالمهمه نتاعها. هي عندها مهمه التقصي ومهمه البحث، مش تقصر ومش احد. اما المسؤول رقم واحد على تلقي تصاريح الممتلكات هي بيئه المحاسبات. انا راه صحيح حكينا في القانون نتاع الاحكام المشتركه اللي توا باش يعجبكم ان شاء الله ولا رجع اللي هو على ال انه المحكمه انه هذه مكافحه الفساد عملناها بالذمه. اما اللي يخليني علاش نقول لكم الكلمه هذايا اللي لا اكتفي بهيك مكافحه الفساد، شكون يقول لي جهاز التقصي هذايا اللي هو باش يخدم هذا كله وين؟ شكون هو؟ حددناه نحن؟ حددناه في القانون تاع الاحكام المشتركه لم نحدد جهاز التقصي. لا قلنا شكون جهاز التقصي؟ شكون فيه؟ لمين الاعضاء نتاعو؟ لا اسم معينين، اسم يختارهم الرئيس، اسم يختارهم الهيئه. هذه دول اثنين صلاحيات هذا الكل عن جهاز التقصي اصلا راسا مش الهيئه. دونك بالنسبه لي انا الجهاز هذا اللي انا قلت ينجم يصبح هو بيده محل سيطره وهيمنه من السلطه السياسيه. انا ماني متوقع نقول لكم حبيبي هذاك علاش نقول ماذا بيا يكون ثم جهه اخرى اللي هي ذات محاسبات صحيح حصلوا حاطينها الهيئه هذه او جهاز التقصي هذه
قانونا انه نحن نعطيو في القانون هذايا معناتها صراحه محكمه الحسابات هي الجهه التي تتلقى التصاريح وهي الجهه المسؤوله تخلق رقم واحد على هذه التصاريح. وشكرا سيدي. شكرا. كنت استمعت لتدخل السيد الرب بجهه نجم نقسموا شويه الوقت بيناتنا نكون تجاوبونا على التدخلات. ديما تاخذ بعين الاعتبار انه نحضركم عندنا معناها شوفوا كان ردود على تدخل السيد الرب. شكرا سيدي النواب على الدفاع مع المجال تاعنا. فيما يتعلق بالمداخله تاع الاستاذ نديم بن عمرو شاطر كرا فيما يتعلق بالبيمه من المليح لانه يهمني نعرف اسكو هو عنده ديون ولا ما عندوش ديون باش نعرف اسكو نجم نحكم على الشخص هذاك عنده اثراء غير مشروع ام لا. نقطه ثانيه قلت السيد قلت استاذي خاطر قريتي استاذي قلت انه ارساء هيئه الحوكمه على امر حكومي اصدر في سنه 2016 لسنه مؤرخ في 12 شهور تتعلق باحداث هيئه الحوكمه معناها في الادارات على هيئه الحوكمه موجوده حاليا. الاشكال استاذي انه عندنا تضخم على مستوى الهيكل الموجوده في الادارات وفما تفريع للمصالح بيناتها عندنا تفقديات عندنا الهيكل الداخلي المختص هيكل الحوكمه موجود حاليا محدث بامر حكومي باش نزيدوا هيكل اخر لهنا شوفي حتى لهنا تنزع في الاختصاص هذاك علاش نرى لو كان انه الهيكل الداخلي المختص ياخذها الحكايه هذه باسكو هو مرتبط بالهيئه الوطنيه لهيئه مكافحه الفساد. بما يتعلق بالقطاع العام والقطاع الخاص انا شاطر كراي كنت عندنا نقطه موجوده في المداخله تاع منظمه انا هو منها ادخال عضو للتنفيذ وعضو الاشهاد والخبراء العدليين لكن تعديتها سهوا مش ما تعديتها هكاك. فيما يتعلق بالقطاع العام والخاص نرى انه شاطركم مرات فيما يتعلق بالجمعيات تتلقى التمويل العمومي الاحزاب السياسيه حاجه اخرى لازم نحكيو عليها اللي هو التصريح بالنفوذ مثلا مش معناها تصريح بالنفوذ معناها انا كي كنت فولونتير في اي واتش نخدم في اي واتش لجوغ اني انا كي نجي نخدم اي خدمه اخرى نجي نشد وزيره علاقه مع مجتمع مدني نقول للناس اللي تخدم في مكافحه الفساد عندها اعفاء ضريبي كي عندها اعفاء ضريبي لهنا انا ما حققتش مصلحه خاصه اما خاطر نحبها هذه التصريح بالنفوذ وين كنت فولونتير وين خدمت الجمعيه تنتمي ليها فانا مجلس اداره كنت ليها هذه كل لازم يكون نرجع للمبدا اللي قلت لكم لازم نحطوا نموذج شنو لازم يكون فيه. بما نرجع لمدام هاجر قلت مدام هاجر انا عاشر تونسي ما عندوش حد باش يعرف نحن شنو عندنا مدام عاشر تونسي هما اللي الناس اللي مشات وصوتت للناس هذوما. الحاجه الثانيه انه حكيت نقطه مهمه على الاخر النقطه هذيا مدام قلت انه كي نلقى عندنا لوحات زيتيه ومصوغ انا كممثل على المجتمع المدني ولا انا عندي نحس بالهيجس نتاع التبليغ على الفساد لجوغ اللي انا نعرف السيد هذاك عنده لوحه زيتيه تكلف 10,000 دينار وهو معناها السلاغ نتاعو مليون ونص والزملاين نتوجد يعطي مول الهيئه خاطر عندي هيجس. لو كان تسمح لي اكثر انت شكون قال لي انا ما صرحش بهم شكون قال لي ما خذاهاش هذيا وصرح بها لو كان هذا يكون منشور على مستوى التصريح انا نعرف نظلم السيد هذاك وما نظلمش وانا بعد الظني كيف كيف نمشي للنقطة الأخرى مدى فيما يتعلق ما بين الموازنة ما بين المعطيات الشخصية وما بين القانون الشقوق 60 سنة 2014 كي عارف المعطيات الشخصية شقوق تعتبر المعطيات الشخصية التي يجب يقوم بالاستقصاء ومساعدة أجهزة الدولة في ذلك حالة الصحافة الاستقصائية كيف ما قال لك زميلي من البرلمان اللي كان سبب في كشف واقع الفساد في فرنسا معناها نحن هنا الساخن نتاعنا واضح وصريح الهدف نتاعنا كما قالت مدام ثانيه قبيله انه الشفافيه من خلال القانون هذايا لو كان باش نفخاو الشفافيه في القانون هذايا راهو باش نوصلوا للمآل اللي نحبوا نوصلوا اللي هو مكافحه الفساد كان باش نستعملوا التعتيم راهو ما زدناش برشا على القانون 87 وعلى التقاليمنا في القانون 87 وما صرحت شيء بيتكم صح. نشكر النواب على التفاعل الإيجابي فيسع نعلق على بعض النقاط تاعكم فيما يخص بالمعطيات الشخصية اللي مدام فريدة مدام هاجر فيما يخص تضارب المصالح يظهر لي ما فيهاش مشكلة تاع معطيات شخصية فيما يخص تضارب التصريح بالمكاسب
نجموا نلقاو معادلة ما بين حماية المعطيات الحساسة ونشر المعطيات هذوما، نشر المعطيات حتى نتاع المكاسب يسمح للصحافة الاستقصائية والمواطنين يتبعوا لي فارياسيون تاع الثروة تاع المكاسب تاع الناس، وبطبيعة أخرى بيع حماية السياسيين والمواطنين خاطر يلقاو أخذتو معناها مواطنين. فما نقطة أخرى ذكرتها مدام سوليف فيما يخص الضمانات والوسائل الناجعة للتثبت، ونشكر مدام هجر اللي ذكرت المقترح اللي قدمناه. جربنا نخمم في شنو ما الآليات اللي نجم نعطيهم للهيئة، ومنهم تقاطع المعطيات لكروزمون دوني ما بين المعطيات الجبائية والمعطيات اللي معني بهم اللي صرح بهم المعني بالتسخيش. اللي أخرى هي نعطي إمكانية الهيئة، وهذا يجب أن يديكم عنها في مناقشة إمكانية الهيئة. أذكركم سادة زميلي إلية أخرى اللي هي رقمنا، والإلية الأخرى اللي فرت بلول اللي هي النشر. فيما يخص اللوبيين، نقطة مهمة ياسر ذكرتها مدام سوليف، حبينا نزيدوا فصل في فيما يخص تنظيم اللوبيين في القانون هذايا، لكن يظهر لي كانوا يشي في قانون وحده هذايا. تنظيم اللوبيين تغزرنا شوية للتجارب المقارنة في أمريكا في أوروبا سدى في ألمانيا مزيد بسرعة على قانون جديد ينظم اللوبيين. فما دفاتر تواليون دفتر كي تدخل مجلس النواب ولا تدخل الوزارة تصحح انت شكونك، انا منظمة ولا انا مؤسسة تمثل، وشكون اللي تقابل هذه حاجة لازمة معناها بسنا نعملها هذا في بلدنا. سي نادير بالضبط عندك الحق في فيما يخص الديون وال في الديون ما همش مكاسب، اما نتصور نجم نلقاو صيغه باش نعدلوا صيغه معناها تولي معناها باتريمون ماشي مكاسب. فيما يخص الجمعيات مدى فريدة، فما في الفصل 41 تاع المرسوم 88 يقول لك انه تنشر الجمعيه التبرعات والمساعدات والهبات اللي تحصل عليهم على الموقع نتاعها وعلى الصحف زاده، وهذه ثلاثه جمعيات قاعدين هنا قاعدين يقوموا بها. شوف الجمعيه كشخص معني كاعضاء معناتها هذيك اللي تحسي هذاك الشخص. تحكي على الجمعيه مش جزاء مترتب في صوره عدم بالضبط معناها اللي يعنيه هو جزاء مترتب. سامحني انا كمان زميلي كان عنده خير. نحب ناكد اللي في الملاحظه في ما يخص الفصل 5 كنا قدمنا اقتراح انه يكون يشمل كل المتعاملين في القطاع في المال العام، معناتها مش ما نخرجوش اذا كان فينا حد في القائمه اللي نتاع العبيد، معناتها نكون حاولنا نشملوا حاجه ملاحظه غير فيما يخص ملاحظه مدام مسؤوليه. نحب ناكد اللي القانون هذا في علاقه كبيره بالنظام الداخلي، اذا كان احنا نحكيوا على كود ديونتولوجي والا باش نعطيو باش نوليو نمنعوا نائب من انه يصوت في مجلس النواب، يلزمنا نعملوا يا اما نقروا هيكل يكون يتركز على القواعد يكون ضبطها مسبقا، معناتها على الصور اللي تنجم تكون فيها تضارب مصالح عند النواب في وسط المجلس، هذاك عليه، والا نجم نعطيوها لجنه النظام الداخلي في وسط المجلس اللي نتصوروا نجم تكون قادره على تحديد هذه القواعد وبصفه موضوعيه معناتها. وشكرا. شكرا سيد الرئيس. نشكركم مره اخرى على التدخلات والتعليق. بالنسبه باش نبدا بالنقطه السيده هاجر بالشيخ احمد، بالنسبه للاستئناس بالتجربه تاع قانون 87، هو تحليلنا لقانون 87 ماهوش يعني دعوه لكي يتم الاستئناس به، بل بالعكس هو فقط تقييم لسياسه عامه في نفس الموضوع تم استعمالها. و بالفعل نجم تقرأوا في التقرير اللي تم توزيعه عليكم، اولا قاعده البيانات تاع 30 سنه كبيره كيفاش تم تحليلها، وثانيا قاعده بيانات اصغر كما تحدثت بها اللي هي
تشوف أعضاء الحكومة وكتاب الدولة من 2011 ل 2016 وتدرس مسائل شكلية أكثر دقة. ما هوش من ودي أنه يكون ثم التساق مع قانون 87، بالعكس الاتساق موجود دفات لأنه مشروع القانون الموجود حاليا هو اللي يفرض الشيء هذا. النشر ما هوش موجود، لأن كنا قاعدين نتسألوا كيفاش الشكليات بتاع النشر وشكون باش يراقب وكيفاش مش باش يراقب وكيفاش باش حل المشكل. كل شيء منشور بالنسبة للجمعيات موافقينكم 100% مع شفافية. احنا كوسيلة اعلام في بر امان صحيح شكل القانون بتاعنا جمعية ولكن قبل كل شيء صحفيين، طلبنا العديد من المرات للبنك المركزي باش نقولوا لهم هاي شكون هم لي فيرمون انترناسيونال للجمعيات، قالوا لنا معطيات شخصية. طلبنا للرئاسة الحكومة وين هم الجمعيات اللي يصبوا لكم في لي كونط نتاعهم دون إجابة. كيف كيف للدائرة المحاسبات، هنا انت تحدثت سيادتك على المال العمومي، هما جمعيات اللي تتمتع بالمال العمومي لازمها تصب حساباتها بدائرة المحاسبات. دائرة المحاسبات نجم تراقبها كيف ما للتي اس الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي، كيف ما الجامعة التونسية كرة القدم، اللي هما انتفعوا بمال تونسي عمومي ودائرة المحاسبات راقبته مع ذلك نشجعوه. اليوم جو بونس اللي لهنا ونجم نحكيو مع الشفافية في أقصى تقدير نحط البار عالي. علاش؟ ثورة هي. هما النواب كي تقرا تاع 87 بالمداولات تاع 87 يعني الحقيقة أنا مرة جيت نقرا فيها قعدت نسير دقيقة دقيقة وين يعني اسكو نحكيو أون بليس وقتها نقرا فيها بيريود 2017 وقت المشروع كنا مطروح وقتها. فأنا عالم احنا على خاطر أون فيت صحيح الكونتكست يشبه ويأثر أكثر من هذا. زيد أنا مانيش شاطر برشا في الإكسل، عندي صديق خدمة متوعة في معانا جيت خدمة على تابلو قالت لي شوف أنا سياسة ما يهمنيش اختاروني من السياسة، هي تقرا في الليناك في مدرسة علوم الفلاحية. يا أخي جيت قالت باهي دقيقة كيفاش أنتم البزنس نتاعكم شنو وين عندكم كيفاش هذا؟ الأخر قاعدة تخدم قالت لي إيش عندي نعمل بهم؟ إيش عندي نعمل إذا كان ما نعرفش شكون سرق وشكون ليه؟ إيش عندي نعمل بهم إذا كان ما نعرفش إذا تصريح واحد صحيح وإلا ليه؟ كصحفي في الأيام الأخيرة والسبع سنين اللي نشتغل فيهم في تونس كالمواطنين يسألوني أول حاجة يقولوها بعد بالأخص بعد قانون المالية وحتى في مختلف الاحتجاجات يطلبوا حاجة رمزية، يقولوا لي شبي الحرف شبي يوسف الشاهد من قصش الروحو شبي النواب من قصش الروحو نجم تقاوم تقارير هذي ما هوش كلام من المواطنين من تبربة المساكن العديد من الأماكن اللي تحاورنا معهم. لذلك ليس الدولة وهيكل الدولة وحدها هي اللي تعنى بالرقابة، على خاطر هذا مثل المواطنين الكل كلنا معنيين به. يعني الرقابة لهنا إذا كان ما عادش يعني كيف ما قلتلك يا فتاة أنا نوافقك في الثورة نعملوها الثورة من نعملوها بمنطلق آخر في مقترح قانون بتاع 2015 تم دايق ثم نجم تقرير مقارنة بين مختلف أربع مقترحات قوانين والمشروع القانون تقرير فوسط التقرير هذية وتفضلت وسيدة سماع عبد تحدثت عليهم. ثم نشر بعض التصاريح في الفصل الثالث ما فتفش قام بعض وخذ ليه في كل أمور هكاكة ابني كونتراتو جديد مع المواطنين ونتحاسبوا بشفافية. وبالعكس انتم تطلبوا الحكومة وتسألوها وتراقبوا الأعمال متاحة وهكاكة والشعب اللي انتم تمثلوه تكتسبوا ثقته من جديد. بالنسبة لسينادير بن عمو لهنا فقط باش نحرج على شنو قالت الانتصار شكونس انه اذا كان نتوخاو الرقمنا يوفى التشتت تولي العلاقة ما بين المعني بالتصريح او المعنى والهيئة ما نعملوش دي سيركوي ممكن ليتعدى من الوزير المباشر او من هيكل المباشر او رئيس المباشر هذا او سلطة الاشراف نوليو ديريكت انه كل مواطن معني كيف ما اقترحنا معني في بالتصريح حسب ما يذكر هذا في الجرد نقولوا لي هو يتعامل مباشرة مع الهيئة وكيكا ما يقعد حتى لبس اسكو هذا معني ما هوش معني على خاطر تصير الفلو كبير برشا. وباش نختم لهنا اخر جملة قالت في المداولات نتاع 87 عفيت قالوا فاش قام نزيدوا في القوانين اذا كان مانيش نطبقوا فيها. قانون 87 كان جاي مطبق من دو ا زد ممكن كان ينجم يكون عنده اثر محدود حسب محدود جدا
لا ده يوصل من مقترح شيء هذا صار اللي تنجموا تشوفوا المقارنة نتاعو هنا ولكن دائرة المحاسبات فات إذا كنت باش تتلقى يقول قايل علاش هي بغداد ما عندهاش لوتوسيزين ما تنجمش هي تبادر بفتح وتتراقب التقرير دونك دوكو إذا كان ما يطلب منها حتى حد كان رئيس الجمهورية ما يطلبش من التصريح من واحد من الوزراء نتاعو وإلا كان الوزير ما يطلبش من باقي الأعضاء الموجودين عنده دونك ما يصير شيء إذا كان ننشروا رقمنوا المراقبة باش تكون مضمونة ونحلوا المشكلة ووقتها بالحق ما عادش تولي غايتنا فقط هي التصريح في لحد التصريح ما نقبوا هي تولي بالحق الهدف منها ثقة المواطنين سيرتو ثقة المواطنين في الممثلين نتاعهم وفي أجهزة الدولة ومرة أخرى يعطيكم الصحة طلب الاستماع الى هيئه حمايه المرأة الشمسية وفي نفس المسألة بتاع الفتاة السامية هو الاستماع الى صاحب المدرسة نفس الطلب بالمسألة دي اللي قاله الأستاذ نذير ونضيف انه حقيقة الفكرة اللي قالتها الأستاذة واللي انا يعني عملتها في الملاحظات بتاعي وهو دائرة المحاسبات يعني محكمة المحاسبات وادخالها في هذا الموضوع لاني انا كي نرجع الفصل 117 من الدستور اللي هو يعطي صلاحية الاختصاص بتاع القضاء المالي وخاصة محكمة المحاسبات في أن بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية احنا عطينا صلاحية مراقبة لمحكمة المحاسبات وصحيح أنه احنا وقت القانون متعلق بالهيئة الوطنية في الأحكام المشتركة عطينا أنه التقصي يكون لهذه الهيئة ولكن أنا ما أعتقدش الحقيقة أنه إخراج محكمة المحاسبات في البرنامج الشريعة القوانية القوانين هذه اللي متعلقة بتضارب المصالح والإثراء بدون سبب من شأنه أنه يقلص لأنه يعني في نهاية الأمر رغم يعني ديما تبقى ثقتنا في القضاء من أعلى المراتب مع احترامنا لأعطينا احنا جهاز التقصي بالنسبة للهيئة الوطنية للمكافحة الفساد ولكن يبقى القضاء هو الجهة اللي عندها كل الضمانات لحماية حقوق الدفاع ولحماية المعنيين بهذه الجرائم ولذلك أنا إمكانية إيجاد المعادلة بأنه جهة الإحالة أو التبليغ يكون لدى هيئة مكافحة الفساد ولكن أن يكون لمحكمة المحاسبات دور في القضايا المتعلقة بالإثراء غير المشروع. شكرا. شكرا. في خصوص ما تم ذكره من الديون بحث التسريح أنا أقول أنا ما راش معناتها الراش ما راش موجب بشرط الديون علاش؟ أو غير دي موضوع في المسألة التسريح بالمكاسب لأنه اللي يهمني في التسريح والمهم في التسريح هو المصدر بتاع المكاسب يعني البلوس في المكسب مش المواطن في المكسب خاطر الديون هي وين ماشي المكسب وين مش صرفها المكسب اللي عندي حجم تاني ماشي صرفها حجم تانيش الدولة مش عندها ديون يعني هل هي ديون مبرر مش تعمل مكسب غير مشروع لا دونك اللي يهمنا ما زالت الذمة المالية مش من قسم الذمة المالية دونك الغاية من هذا القانون هو حسب البلوس اللي يخلي الذمة المالية هذيك 10 ديون غير في موضوع ستصير بالمكسب أنا عندي ديون أنا كي ندخل في معناها وظيفة وظيفة خط ندخل عندي 70 دين معناها الذمة المالية المهمة 700 وبعد في ظرف شهر في 3 شهور نولي عندي بلوس 1500 هذاك من أين المكان؟ كيفاش خلصت من الديون؟ هذا هو وعلاش نقولك عنها؟ ماهيش مسألة متاع مكاسب هي من تاع الذمة الذمة المالية اش زادها؟ واش نحطها في شكرا خطوه شيء مخصص للاجتماع بكره ان شاء الله غدا عندنا اجتماع لجنه شيء مخصص للاجتماع لاصحاب المبادرات علاش خطوه؟ احنا ثم يوم البرلمان لا خطوه احنا موجودين